مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم دايما منورينا ومشرفينا على قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. اكيد طبعا يعني كل جماهير الاهلي دلوقتي مترقبه لقاء الاهلي والترجي في بطوله افريقيا، واعتقد ان ده البطوله او دي البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي بيسعى وراء هذه البطوله بكل ما يملك. يعني احداث على الساحه الرياضيه ظهرت كان ابرزها طبعا امبارح اعلان الكابتن او نجم الاهلي الاسطوره كابتن محمود الخطيب اعلان ترشحه لمنصب رئيس النادي الاهلي، واعتقد الانتخابات لسه بدري عليها والانتخابات الجو بتاعها سخن. خلينا نبعد عن الانتخابات دلوقتي ونركز في مباراه الاهلي والترقي، اعتقد ده مطلب جماهير النادي الاهلي. طبعا اهلا وسهلا باي حد يا جماعه يخدم النادي الاهلي ويعليه ويزداد النادي الاهلي يعني بيه ان شاء الله كل التوفيق لكل من يجلس على كرسي رئاسة النادي الأهلي. الكرسي ده يعني حاجة كبيرة جدا 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 جدا، إن شاء الله يجلس عليه الأحسن واللي هيزوده واللي هيقنع الناس بيه. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي ولجماهيره ولرئيسه أيا كان مين هو. ده كان الحدث الأهم امبارح واللي تناولته كل وسائل الإعلام، واحنا هنا في النادي الأهلي أو في قناة النادي الأهلي طبعا نوهنا ليه يعني مجرد ما طلع، وإن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم كل التوفيق لكل من يرقص النادي الأهلي. النادي الأهلي زي ما قلنا وبنقول دولة جوه دولة، النادي الأهلي كبير جدا، النادي الأهلي كبير بجماهيره، كبير بمجالس إدارته المتتالية، مجلس بيسلم مجلس كله بيسعى من أجل إعلاء كلمة النادي الأهلي وإعلاء مبادئه وإعلاء كل حاجة فيه بصراحة. يعني كل حاجة فيه لازم تكبر ولازم تكون على قدر المسؤولية. عايز أقول لكم كمان يعني أخبار أن رباعي الشباب يغيب عن مران الأهلي. غاب لاعبو فريق الشباب بنادي الأهلي أحمد رمضان بيكهام وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق عن مران الفريق الأول، والذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وجاء غياب الرباعي بسبب ارتباطه بخوض مباراة بتروجيت مع فريق الشباب في الدوري. الشعلالي يخصص فقرة بدنية للاعبين. أنيس الشعلالي مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خصص فقرة بدنية في مران الفريق الجماعي والذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، واستمرت الفقرة حوالي 30 دقيقة من أجل رفع المستوى البدني للاعبين قبل مباراة الترجي المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا. زي ما قلت لكم مباراة مهمة جدا 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 للنادي الأهلي والجماهير ولكل حاجة بتنتمي لشعار النادي الأهلي، حاجة يعني مستنينها جماهير النادي الأهلي بفارغ الصبر، مستنين هذه البطولة اللي بتودينا إن شاء الله لكأس العالم للأندية، البطولة المحببة للنادي الأهلي وجماهيره. إن شاء الله الأهلي يكون على قدر المسؤولية. زي ما قلت لكم أنيس الشعلالي بيخصص فقرة بدنية، لازم اللعيبة يكون يعني في قمة الفورمة البدنية والفنية، وإن شاء الله كل التوفيق للكابتن حسام بدري إن هو يختار الأسماء التي تناسب هذه المباراة. كمان كابتن حسام بدري بيعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مران اليوم. كابتن حسام بدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل مران اليوم على ملعب التتش. المحاضرة شهدت شرح حسام بدري لنقاط القوة والضعف فريق الترجي التونسي للاعبين والخطة التي ينوي تطبيقها في المباراة المقبلة. فريق الترجي فريق لا يستهان به بالمرة، أكيد إحنا شايلين همه، وإحنا لو شايلين همه مرة هو شايل همنا 24 مرة. الأهلي فريق برضه اسمه لوحده مرعب، لون التيشيرت بتاعه مرعب، جماهيره مرعبة، أرضه في مصر هنا مرعبة لأي حد. فإن شاء الله لو إحنا يعني خايفين شوية هم خايفين جدا جدا جدا. كمان الكابتن حسام بدري بيعقد جلسة خاصة مع أحمد الشيخ قبل المران. عقد جلسة خاصة مع مهاجم الفريق أحمد الشيخ قبل مران الفريق والذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، واستمرت الجلسة بين الثنائي لمدة 5 دقائق. ماشي، لإعطائه تعليمات خاصة قبل المباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي. طب تعالوا نشوف محمد سعيد مراسلنا الجميل من ملعب مختار التتش عنده ايه الجديد. محمد سعيد اهلا بيك.
مساء الخير يا كابتن ميدو، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اخبارك ايه؟ بخير والله، كله تمام الحمد لله على السلامه. و حج مبرور بقى يا كابتن ميدو. ان شاء الله عقبالك يا محمد، ان شاء الله وكل المستمعين والمشاهدين. يا رب باذن الله، ان شاء الله كلنا السنه الجايه نبقى مع العرفات يا رب. يا رب. طمنا عليك، انت في الفورمه لسه ولا ايه؟ ولا الجو حر؟ فتره الجو صعب جدا اليومين دول، خلاص فصل الصيف زي بيقترب من النهايه، ف لازم ناخد بقى يعني نسماته الاخيره قبل ما يحل علينا فصل الشتاء ان شاء الله الفتره القادمه. لكن عايز اقول لك يعني والله الجو حر لكن التمرين كان سخن. يعني انا عايز اقول لك الجو النهارده، يعني انهي اللي كان اسخن؟ نعم، انهي الاسخن، التمرين ولا الجو؟ لا الاثنين درجه واحده، لان الرطوبه كانت عاليه برضه. مش عايز اقول لك التمرين كان اسخن من الجو لان الرطوبه كانت عاليه، بس لا اللي شفته النهارده في التمرين بصراحه يدعو لتفاؤل في حاجات كثيره جدا. اولا طب قول لنا يا محمد اللي شفته ويدعو للتفاؤل، عشان كمان الجماهير اللي سمعنا وبتشوفنا دلوقتي يتفائلوا ان شاء الله معانا بالمباراه القادمه. طيب بدايه انا عايز اقول لك ان خلاص الحمد لله المجموعه مكتمله، الحمد لله في قائمه الاصابات خلية. مؤمن زكريا شارك في التقسيمه الجماعيه، وليد سليمان شارك في التقسيمه الجماعيه حتى ولو كان الجزء الاخير فيها، اتعمل له اختبار طبي والحمد لله شارك. شريف اكرامي ما كانش موجود امبارح في التمرين، النهارده كان موجود في التمرين. تمام. كل العناصر موجوده في مباراه الترجي او تحديدا في القائمه الافريقيه نطمن عليها، موجوده ومشاركه في التمرين، وكانت النهارده الحمد لله متالقه بشكل كبير جدا. يمكن طبعا انت عارف يا كابتن ميدو يعني القائمه الافريقيه او القائمه المحليه، فلازم نختلف شويه في الحديث عن القائمتين، لان في لعيبه ممكن كانت شاركت في مباراه الجيش مش هينفع نتكلم عنها ان مش هتكون موجوده في ماتش الترجي. اكيد اكيد اكيد، زي اسلام محارب وعدد من اللاعبين. لكن القائمه الافريقيه تحديدا المجموعه اللي هنتكلم عليها، احنا بنتكلم في 24 اسم لو استثنينا منهم بس مروان محسن، لانه بالتاكيد مش هيكون موجود في هذه المباراه. ف 23 لعيب في حاله فنيه وبدنيه متميزه جدا. برضه كابتن حسين كان بال 23 كان عامل تشكيلين ووقف التمرين اكثر من مره لتنفيذ بعض التعليمات الفنيه والجمل التكتيكيه. فكبدايه يعني الناحيه البدنيه مميزه، الناحيه الفنيه الكل شارك، فيقدر كابتن حسام اختياراته بكره ان شاء الله لما يتجه للمعسكر ويشارك، يعني يسافر بالقائمه كامله باذن الله، يقدر يوم المباراه يختار افضل 18 باذن الله للتجهيز لهذه المباراه. لكن من متابعه المباراه النهارده كابتن حسام عارف هيعمل ايه في ماتش الترجي من دلوقتي، ومن خلال متابعته للترجي خلال الفتره الاخيره، وحتى المحاضره اللي عملها النهارده هي كانت فيها ميكس كده لبعض لقطات فريق الترجي اخر مباراه ليه في الدوري اللي فاز فيها ب1-0 بضربه جزاء، وحتى مجموعه لقطات للترجي اللي شارك بيها في البطوله العربيه. كل اللعيبه الحمد لله جاهزه، التمرين زي ما بقول لك كان فيه قوه بدنيه. خلينا نجزأ الموضوع يا محمد، عشان انا تبقى مكالمه مطوله معاك شويه، عشان نطمن كل الجماهير اللي ما بتشوفش طبعا المران، انت اللي يعني شاهد على الحدث. خليني بس يعني اخد منك معلومه، يعني لو تعرف تقول لي ابرز النقاط اللي الكابتن حسام بدري اثرها النهارده في المحاضره الفنيه للاعبين كانت ايه لو تعرف؟ اولا طبعا يعني المحاضره الفنيه بتبقى شغل اكتر، بيبقى اللعيبه بتتفرج على فريق الترجي والاداء اللي كابتن حسام عايز يوريه اللعيبه الترجي بيلعب ازاي، والطريقه اللي احنا ممكن نلعب بيها، والتعليمات الفنيه لكل لعيب دوره في الملعب عامل ازاي. وفي نفس الوقت بيتكلم عن بيبقى عباره عن هايلايت، مش يا اما شوط كامل لفريق الترجي على حسب طبعا التحليل الفني او الاداء الفني بيبقى محضر ايه للجهاز الفني في هذه المحاضره، او مجموعه لقطات هجوميه او لقطات دفاعيه لفريق الترجي في الفتره الاخيره. فبتبقى المحاضره الفنيه من الكابتن حسام لمهام معينه للعيبه في هذه المباراه، متابعه فريق الترجي في بعض اللقطات، الاداء الهجومي، الاداء الدفاعي. كل هذه اللقطات بتبقى من خلال اكثر من محاضره، مش محاضره واحده. يعني النهارده كانت بدايه المحاضرات، غدا ان شاء الله في محاضره برضه بالليل لما الفريق يتجه للاسكندريه ان شاء الله هيبقى في محاضره ايضا. يعني خلال الايام القادمه بتتكلم في 3 محاضرات للفريق قبل ان شاء الله المباراه. فدي جزء المحاضره، ازاي بيتابعوا فريق الترجي وازاي بيشوفوا خططه وشكله في الفتره الاخيره، خاصه ان الترجي من الفرق اللي كان بيلعب بتشكيلته الاساسيه في الفتره الاخيره سواء في الدوري او حتى في البطوله العربيه، فكان مفتوح بالنسبه للجميع. تمام، اتفضل نروح للنقطة الثانية. أنت قلت لي النهارده اللاعبين كانوا متألقين جدا في التمرين، كانت في روح عالية جدا، يعني ظهر ملامح المباراة على وشهم من دلوقتي. كمان إصرار الكابتن حسام بدري من النهارده على مباراة الترجي كان شكله إيه؟ أو إيه اللي باين لك الكلام ده يا محمد؟ اللي باين لي الكلام ده إن إحنا شايفين طريقة لعب وتشكيلة
الى نسبه 90% او 95%. كابتن حسام مستقر عليها النهارده لما بيبدا بيقسم الفرقه لمجموعتين، فريق لابس اصفر وفريق طبعا بالتيشيرت الاحمر، والفريق التيشيرت الاحمر زي ما معروف اللي هو التشكيل الاساسي ومحطوط فيه العناصر الاساسيه اللي بتشارك فيه المباريات الافريقيه او مباريات الدوري الاخيره، وبيتم تطعيمها بلاعب او اثنين من المقيدين في القائمه الافريقيه في الفتره الحاليه. فبتعرف بنسبه كبيره ان الكابتن حسام مستقر على التشكيل بنسبه 95%، الا لو خلال التقسيمه بيستبدل لعيب بلعيب، بيشوف تحركاته في مركز معين او اداء دفاعي في طريقه لعبه معينه. فبتقدر انت من متابعتك للتمرين تعرف ان النهارده الجهاز الفني مستقر على التشكيله وطريقه اللعب اللي هيلعب بيها، وابتدى من النهارده بينفذ الشكل حلو اللي هيلعب بيه، وده بيبقى شيء ايجابي جدا لما يبقى الجهاز الفني محضر ازاي للمرحله القادمه. حلو، يعني مش عايزين طبعا نقول التشكيل مين، احنا انت الملعب بيبقى يعني مقفول على قدر الامكان، غير ان احنا في القناه اكيد يعني كل الناس بتسمعنا، يعني بنحاول ان احنا نخلي التشكيل شويه للكابتن حسام، لكن التشكيل مطمئن من وجهه نظرك؟ في عنصرين مفاجاه. في عنصرين مفاجاه، ومفاجاتهم مش في اسمائهم، لان طبعا اسامي كلها كبيره ومعروفه، لكن المفاجاه مفاجاتهم طريقه ادائهم. طريقه ادائهم والطريقه الهجوميه اللي ممكن يلعبوا بيها. حلو حلو الكلام ده، حلو قوي. مين تالق النهارده في التقسيمه بشكل ملفت يا محمد؟ يعني كان في اكتر من تسديده، كان في اكتر من اوفر، يعني طبعا انا عجبني النهارده بصراحه الاوفرات اللي عملها احمد فتحي، يمكن جه منها اكتر من هدف، كانت مميزه جدا. عجبني جدا انطلاق وليد سليمان ومؤمن زكريا داخل منطقه الجزاء وتسديدهم بالراس، يعني النهارده شفنا مؤمن اكتر من مره بيسدد بالراس، وليد سليمان نفس الموضوع لما نزل في الجزء الاخير. الاداء الدفاعي والحسام عاشور وتمريراته الاماميه، لا في كذا حاجه شفناها في التمرين بتديك ثقه ان ان شاء الله مباراه 2012 ان شاء الله باذن الله هتتكرر في برج العرب وفي باذن الله خلال الاسبوع القادم يا كابتن ميدو. يا رب يا رب. مفيش اخبار عن زياده عدد الجماهير؟ يعني ما تتركش لسمعك، كنا بنتكلم ان احنا كان اللواء شيرين شمس بيحاول ان هو يطلب من امن زياده عدد الجماهير شويه اكتر من 20,000، واحنا كنا اتكلمنا في القناه ان يعني مفيش مشكله ان احنا نزود العدد طالما الناس يعني ملتزمه، وقبل كده جربنا والناس ملتزمه قمه الالتزام، شفنا كمان في مباراه مصر العدد كان ما شاء الله كبير جدا وفي نفس الوقت ما حصلش مشكله. يعني في كلام يا محمد ولا الموضوع اتقفل؟ انا طبعا من شويه يمكن من حوالي ساعه انا كنت مع اللواء شيرين قبل التمرين واتكلمت معاه عن المباراه والتجهيزات والترتيبات لهذه المباراه والتذاكر والجمهور. خلاص هو بشكل رسمي التذاكر اتطبعت على 20,000 تذكره وبيتم توزيعها خلاص، والنهارده كان حتى في جماهير بتستلم التذاكر بشكل رسمي او حتى اعضاء النادي من خلال المراكز الموجوده اللي بتبيع من خلالها التذاكر عن طريق بطاقه النادي الاهلي. كان في طلب من فتره لكن ما تردش عليه، لكن التذاكر اتطبعت. هيبقى صعب جدا لو جالك الرد بكره او بعده بزياده العدد، انت محتاج لسه تطبع وتروح مديريه امن اسكندريه وتاخد الاختام، فيبقى الوقت محدود، لكن مش عايزين نعلنها بشكل رسمي او محسومه الا اذا حصل انفراج خلال الساعات القادمه، لكن بشكل رسمي حتى هذه اللحظه هو ال 20,000 اللي تم تحديدها، وطبع التذاكر 15,000 تذكره هيكونوا موجودين بخلاف بقى الدعوات اللي موجوده سواء للاتحاد الافريقي او حتى الحصه اللي موجوده لجمهور الترجي التونسي اللي معمول لهم في حدود حوالي الدرجه الاولى الميم بالكامل، موجوده حدود 250 الى 500 تذكره ممكن يكونوا بالنسبه للترجي التونسي في هذه المباراه. فموضوع التذاكر محسوم بشكل كبير الا اذا خلال الساعات القادمه ان شاء الله يعني تمت انفراجه وتم السماح طبعا مش هقول لك انتلاقي الملعب عن اخره كما بيحدث في مباراه منتخب مصر الاخيره، بس على الاقل يبقى في 30 او 40، لان في رادس عايز اقول لك على مفاجاه، في رادس التذاكر موجوده هناك يمكن تقدر تقول 60,000 خلصانه من قبل المباراه باسبوع. طبعا طبعا انت بتتكلم في نادي اهلي وترجي في بطوله افريقيا في الادوار النهائيه، اكيد الاستاد هيبقى مليان يعني على اخره، طبعا دي حاجه طبيعيه وحاجه متوقعه، عشان كده احنا كنا بنطلب من الامن، المباراه مهمه جدا جدا والدور الجماهير هيبقى مهم جدا فيها، عشان كده ردوا يعني ردوا او او لا يعني بالاجاب او بالنفي يعني مفيش مشكله خالص، عشان احنا نعرف كمان لو في فرصه ان احنا نطبع التذاكر للناس، الناس ما تبقاش متعشمه ان العدد يزيد ونلاقي الموضوع 20,000 بس، فردوا يعني يعني قولوا او لا والموضوع يعني مقبول. بس في نقاط اخيره بس عايز اقولها لك يا كابتن ميدو، النهارده التمرين طبعا كان خالي من الرباعي الفريق الشباب، تمام، توفيق واحمد حمدي واحمد رمضان بيكهام واحمد ياسر ريان. فريق الشباب كابتن مدحت طه اسماعيل طبعا كان يعني اصطحب الاربعه، كان في مباراه النهارده امام فريق بتروجيت، فكانت فرصه ان الاربعه يكونوا موجودين مع الكابتن مدحت في هذا اللقاء الودي، وطبعا احنا عارفين ان الاربعه كمان مش موجودين في القائمه الافريقيه، فبالنسبه للفريق الاول ما عنديش مشكله ان هم يكونوا موجودين مع فريق الشباب، فبالتالي دول غابوا النهارده ما تواجدوش. حتى هذه اللحظات لم يتسنى لنا معرفه يعني اسباب عدم مشاركه حسين السيد في التقسيمه الجماعيه، عشان برضه بقول لك الاخبار كامله. كنت لسه هسالك. يعني حسين السيد ما شاركش في التقسيمه الجماعيه،
فتوجهت طبعا بالسؤال للكابتن سيد، فيعني انا منتظر بس الاجابه نعرف هل في جهاز يعني على حسب بقى الرؤيه الفنيه او حسب تقرير الجهاز الطبي اذا كان في شيء كان بيعوق حسين النهارده عن المشاركه في التقسيمه الجماعيه. بخلاف ذلك لا، كل اللعيبه موجوده ومشاركه، لكن ما فيش اي الحمد لله اي اصابات، الكل خرج النهارده الحمد لله سليم. تمام، يعني طمنا على حاله عماد متعب. عماد موجود، كان بيشارك متواجد في حاله كويسه جدا، وان شاء الله يكون موجود في هذه المباراه حسب رؤيه الكابتن حسام البدري، لكن كل اللعيبه ان شاء الله موجوده بخير الحمد لله. وعماد كان موجود النهارده في التقسيمه، وكان يعني عايز اقول لك متعب في اتجاهه ووليد ازارو في اتجاه، الاثنين الحمد لله بيشاركوا بشكل كويس. هو لا يتبقى في هذا المركز تحديدا سوى مروان محسن اللي ان شاء الله هيسافر في الاسبوع الاول من اكتوبر لالمانيا باذن الله. تمام، يعني بكماني المهاجم الجديد لنادي الاهلي المهاجم الجنوب افريقي، يعني ادى انطباع كويس قوي قوي لدى الجماهير ولدى محبي كرة القدم في مباراة الجونة الودية. كلمني عن انطباعه داخل النادي او مع اللعيبة، اللعيبة انطباعاتها ايه عنه يا محمد؟ عشان برضه اقول لك نقطة بخصوص باكا، يمكن النهارده كمان التمرين ما يعني او المجموعة معظمها اللي مش من قاعدة افريقية ما كانتش بتشارك في التقسيمة الجماعية، وكان من ضمنهم باكا. كان متواجد في تقسيمة كده فردية مع عمرو بركات واسلام محارب. هو سعيد جدا بوجوده في النادي الاهلي، ويمكن من الوهله الاولى هو عارف ان هو موجود في نادي كبير في افريقيا، وهو كان رفض كتير جدا عروض داخل جنوب افريقيا انتظار هذا العرض ان هو يتم بشكل رسمي، لان كان عرض الاهلي بالنسبه له كان موجود من شهر مارس الماضي. فتتخيل من شهر مارس حتى شهر اغسطس او سبتمبر، تتكلم في 6 شهور لعيب بيمني النفس حتى اللحظه الاخيره انه ممكن يكون في انفراجه ويجي النادي الاهلي. فباكا من اللعيبه اللي سعيده جدا في النادي الاهلي ومبسوط، و سأل على اكثر من لعيب، سعيد ان هو موجود اصلا كمان بجوار عماد متعب، شايف ان دي بالنسبه له حاجه كبيره جدا. هو طبعا لسه تمام ال 20 سنه بالظبط من يومين، يعني كان عيد ميلاده بالظبط اول امس تمام ال 20 سنه ما شاء الله. هو بالنسبه له شايف ان في لعيبه كبيره في النادي الاهلي افريقيا من الناس كلها عارفاهم، فشايف ان دي محطه بالنسبه له ممتازه جدا. وحتى هناك يعني نجوم كره القدم في جنوب افريقيا، النهارده كنت بتكلم معاه قال لي نجوم كره القدم في جنوب افريقيا بيوجهوا له تهاني وسعداء جدا بوجوده هنا في مصر واللعب تحديدا في النادي الاهلي. هو شايف ان هو هيكون خيره سفير لجنوب افريقيا. اللعيبه الدوليين اللي كانوا بيشاركوا جوه افريقيا سنه 96 في جوهانسبرج، وكانت الانطلاقه الاولى لمنتخب جنوب افريقيا، اللعيبه الكبيره اللي كانت موجوده في هذا المنتخب موجهه له رسائل. النهارده كان في زياره لسفير جنوب افريقيا، يمكن سفير جنوب افريقيا وجه له دعوه ان يكون موجود النهارده في السفاره، وحتى باكا يعني بيقول انا خدت معايا تيشيرت النادي الاهلي واهديته للسفير. فهو حاسس كمان على المستوى الرسمي او على المستوى الدولي عنده في بلده هناك ان هم مهتمين بيه، وكانه مثلا بيلعب في احد الدوريات الانجليزيه او الدوريات الاوروبيه. فده انطباعه وده كلامه النهارده لما سالته على موضوع وجوده في النادي الاهلي وشايفه ازاي. فاداني ضرب مثلين بالمثل بتاع منتخب بلاده في جوهانسبرج 6-0 اللي حققوا البطوله وازاي بيتكلموا عنه، وايضا زيارته النهارده للسفاره واهداء التيشيرت لسفير جنوب افريقيا في مصر. تمام، هو طبعا كلنا عارفين قيمه النادي الاهلي يا محمد، لكن اللي يعرفها اكتر واكتر الناس اللي هم بره النادي الاهلي، اللي هم بيسمعوا عن النادي الاهلي ونفسهم يشوفوه ونفسهم ينتموا اليه. لكن طبعا هو يعني خير سفير لبلد كبيره وفي نادي كبير قوي كمان وفي بلد كبيره قوي. يعني كمان كنا سمعنا عن عقوبات اتطبقت على الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكلام ده صحيح ولا مجرد كلام؟ انا توجهت للكابتن سيد قبل التمرين على هذا الموضوع، ابتسم وقال لا تعليق، يعني هو قال احنا لا تعليق، وقال كلمه مقتضبه عندنا ماتش الترجي. يعني ابتسام بلا تعليق وعندنا ماتش اهم، ماتش الترجي. يعني الكلام ده صح؟ العقوبه صحيحه؟ يعني ما هو لم يؤكد ولم ينفي. يعني انا طبعا ما اقدرش اقول لك الخبر هنا في النادي الاهلي استلموه بشكل رسمي ولا انا فاهم، ان انا توجهت بالسؤال لكابتن سيد، كابتن سيد تعليقك على الخبر او المعلومه اللي ظهرت النهارده ان في قرار من اتحاد الكوره بتغريمك 20,000 جنيه بناء على تقرير من لجنه الحكام وليس تقرير حكم المباراه، لان المعلومه اللي انا عندي من اتحاد الكوره ان القرار بناء على مذكره اعدها عصام عبد الفتاح ولجنه الحكام وليس حكم المباراه. فكابتن سيد ابتسم لا تعليق، عندنا ماتش مهم. فاعتقد الساعات القادمه من الصعب جدا ان يكون في تصريح رسمي من النادي الاهلي بخصوص هذا الموقف، لان احنا عندنا مباراه اهم وعندنا حدث اهم من هذا الكلام. وده اللي حسيته النهارده حتى في يعني رد كابتن سيد لمباراه الترجي، يعني اعتقد ما فيش اي كلام يقدر حد يتكلم فيه دلوقتي غير المباراه دي، لان المباراه دي بالنسبه لنا هي المستقبل والمشوار الاهم بتاع عام 2017. اكيد اكيد يا محمد، الـ يعني دايما احنا متعودين ان فريق الكوره دايما بيبقى في معزل عن الاحداث الخارجيه، بس انا بكلمك في موضوع ان هو الكابتن سيد عبد الحفيظ كل المواقع بتتكلم ان هو يعني طبق عليه غرامه ماليه 20,000 جنيه زي ما حضرتك قلت كده من لجنه الحكام،
لكن طبعا فريق الكوره في معزل. انا كنت بتكلم قبل ما تدخل معايا على الهواء، وكنت بتكلم في ترشح الكابتن محمود الخطيب والانتخابات اللي بادئه بدري جدا، جوها سخن جدا، لكن فريق الكوره دايما في معزل. وطبعا كل همنا وشغلنا الشاغل دلوقتي هو مباراه الترجي، عشان كده بس انا حابب اتاكد من الخبر، هل هو صحيح ولا مش صحيح؟ انا حبيت اخد تعليم الكابتن سيد على موضوع القرار او العقوبه، هو على طول كان يعني رده كان بالشكل ده، ما يعني ماتش ترجي وكانت ابتسامته يعني، ما لكن يعني اكيد لو في قرار من اتحاد الكوره حتى النهارده اللي هم اعلنوه بشكل رسمي هيوصل للاهلي بكره، يعني ما بياخدش ما بيوصلش في نفس اليوم. على ما بيتم القرار من المدير التنفيذي وبيتم اعتماده من الاداره بيرسل في اليوم التالي. انا عايز يا ريت نتاكد يا جماعه، انا يعني يا ريت يا جماعه في الاعداد يا ريت نتاكد القرار ده فعلا يعني مجرد كلام ولا هو فعلا حقيقه واقعه يعني. اتفضل يا محمد. لكن هو تعليق الكابتن سيد على القرار، يعني هل هو رايه ايه في القرار، بيمتثل ليه او رافض او بينتقد؟ لا، لم يعني لم يؤكد هذه الاجابات تماما، وكان تعليق وزي ما قلت لك يا كابتن ميدو لا تعليق، عندنا ماتش الترجي. تمام تمام، هو طبعا هو اجابته مختصره واجابته يعني واضحه، لكن انا يهمني اعرف انا شخصيا، عشان لو كان كده نعرف نرد، يعني نعرف نرد كقناه اهلي يعني كمتحدثين باسم جماهير النادي الاهلي، لان اكيد جماهير النادي الاهلي مش هتقبل بحاجه زي كده، واكيد كمان النادي الاهلي مش هيقبل بحاجه زي كده. يعني خلينا نتجنب الكلام دلوقتي مؤقتا بس لغايه لما اتاكد من المعلومه، لكن يعني قول لي ابرز. كابتن ميدو عايز اقول لك على حاجه، هو في نقطه مهمه جدا، اذا كان تقرير حكم المباراه لم يتضمن هذه الكلام او هذا القرار اللي صدر به، اذا كانت لجنه الحكام صدرت هذا القرار بناء على مذكره او قالت اوصيه للجنه الزواج بناء على هذا بناء على هذه المذكره، طب اذا كان الشخص اللي صدرت ضد العقوبه وعايز يعترض على هذه العقوبه، هل هناك داخل اتحاد الكوره ما يفيد بان هناك لجان تستطيع ان تاخذ تظلمات او التماسات من الاداريين بناء على قرارات لجنه المسابقات ولا لا؟ ولا القرارات دي تبقى نهائيه وقرارات رسميه بناء على مذكره من لجنه حكام او مذكره من لجنه مسابقات او قرارات من اتحاد الكوره؟ خلينا نتاكد الاول من صحه القرار. بالظبط. بس يعني انا قلت اسالك، يمكن يكون عندك معلومه، يا ريت يا جماعه في الاعداد تقولوا لي المعلومه دي صح ولا لا. يعني قول لي ابرز الترتيبات يا محمد ان شاء الله في الايام القادمه للنادي الاهلي. خلال الساعات القادمه يمكن الاهلي كان خاطب مسؤول النادي الترجي التونسي بخصوص احتماليه وصول رئيس نادي الترجي في هذه المباراه، كما هو عودنا في خلال المباريات السابقه دائما رئيس نادي الترجي بيكون موجود في مباريات الاهلي تحديدا. فكابتن اللواء شريف سامح سالته بخصوص هذا الامر، فقال لي احنا منتظرين اجابه رسميه او رد رسمي من الترجي، لان في ترتيبات اكيد هتحصل بوجود رئيس نادي الترجي، هيكون موجود معاه كمان رئيس النادي الاهلي، فيكون في بروتوكول هيتعمل خلال الايام القادمه او الساعات القادمه قبل مباراه الترجي. الفريق هيتوجه غدا كمان، يمكن مع خبر اخر، الفريق هيتوجه غدا باذن الله بعد التمرين مباشره هنا في التتش الى برج العرب للدخول في معسكر مغلق. الجهاز الفني يمكن يعني بدر شويه بعد التمرين، المفروض يبقى التمرين يبدا على 5:30، بكره ان شاء الله هيكون التمرين الساعه 4:30 عشان الفريق يخلص تمرينه بسرعه ويتجه للاسكندريه، يكون شويه في وضح النهار قبل الوصول لبرج العرب والدخول في احد الفنادق القريبه جدا من الاستاد. وهيكون مجرد الفريق ما وصل ان شاء الله غدا هيكون في محاضره بالليل في فندق الاقامه، وثاني يوم ان شاء الله يوم الجمعه التمرين على ملعب استاد برج العرب ملعب المباراه، والمباراه ان شاء الله يوم السبت الساعه 7. وخلاص خلال الساعات القادمه الكل هيتوجه بقى لاستاد برج العرب والتنظيم ودخول الجماهير والترتيبات اللي هتحصل باذن الله خلال الساعات القادمه. دي اخر الاخبار متعلقه بالاجراءات الخاصه بتنظيم المباراه. الحكام كمان ان شاء الله هيصلوا بكره، الوقت الترجي التونسي متواجد منذ الامس في اسكندريه، بكره الفريق الترجي التونسي هيصل الى مطار برج العرب مباشره، ويمكن ليا انا تواصل مباشره مع رياض بن نور او مع المسؤولين في نادي الترجي التونسي، وجودهم في البطوله العربيه كابتن ميدو، وجودهم في البطوله العربيه افادهم كثيرا جدا 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 في الترتيب لمباراه الاهلي أكيد. يوم السبت القادم أكيد. سواء في معرفتهم بفنادق الاقامه، ملاعب التدريب، الوصول لمطار برج العرب بدلا من الوصول لمطار القاهره، اللي هم كانوا من فتره حاددين ان هم يوصلوا لمطار القاهره ويقعدوا في احد الفنادق القريبه من المطار، ثم يتوجهوا بالباص يوم الجمعه ليله المباراه الى برج العرب. لكن البطوله العربيه اتاحت لهم فرصه كبيره جدا ان هم يعرفوا فنادق الاقامه والمطار برج العرب وتحديد طيران والسفر الى مطار برج العرب لتجنب مشقه السفر ساعتين او 3 ساعات اذا كان الفريق هيتجه من القاهره الى الاسكندريه. اكيد كانت تجربه والخاصه بالتمرين ان شاء الله كابتن. كانت تجربه مفيده طبعا يا محمد زي ما انت قلت، يعني لعبوا كمان على الملاعب اللي هيلعبوا عليها وعرفوا الفنادق وعرفوا المطارات، اكيد يعني كانت تجربه مفيده جدا. محمد سعيد انا بشكرك جدا على كل هذه الاجابات على الاسئله، يعني اوفيت في كل حاجه بصراحه واتكلمت في كل التفاصيل يعني وطمنت جمهور النادي الاهلي. شكرا جدا محمد سعيد مراسلنا الدؤوب، شكرا جدا.
يعني حبيت ان انا اطول مع محمد سعيد عشان انقل لكم الصوره كامله، التدريب اللي حصل النهارده والمحاضره اللي قالها الكابتن حسام بدري، اللعيبه الغايبه، اتكلمنا في كل الغيابات، اللعيبه اللي هتسافر، اللعيبه مروان محسن، يعني كل الكلام اللي حضراتكم سمعتوه، كمان استعدادات اللعيبه والروح البدنيه العاليه او الروح المعنويه العاليه جدا. كمان انيس الشعلالي عامل فترات تدريبيه بدنيه، كابتن حسام عامل محاضرات فنيه، كله بيشتغل على قدم وساق من اجل اسعاد جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله يعني يكلل هذا المجهود والتعب ان شاء الله بالنجاح في مباراه الترجي القادمه ان شاء الله والمرتقبه اللي بيستناها كل جماهير النادي الاهلي. طيب يلا نطلع فاصل عشان نستقبل ضيفنا وليد الحديدي. فاصل استنى. اهلا بحضراتكم من جديد، يعني انضم لي الاستاذ وليد الحديدي الناقد الرياضي بالاهرام علشان نتحدث في الكره العالميه، نتحدث كمان في احصائيات الدوري او الاسبوع الاول للدوري، نتكلم كمان عن ماتش الترجي نور الدنيا. تسلم يا كابتن، انا سعيد بالتواجد معاك. الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله. عايز نبدا منين؟ احنا يعني الدنيا جميله. ايوه تعال الاحداث كتير، الاحداث كتير قوي. ما شاء الله، بس احداث معظمها عالميه يعني. تعال نتكلم بسرعه جدا كده، ناخد نبذه بسرعه عن الدوريات الماتشات اللي حصلت امبارح، دوريات اوروبا. وبعد كده نتكلم بشكل مفصل شويه في الاخر عن مباراه النهارده. ايه رايك؟ يعني هو البداية طبعا كانت قوية امبارح لدوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا. خلينا نقول إن مفيش مفاجآت كبيرة حصلت، يعني الفرق اللي كان متوقع ان هي تفوز فازت، وان كان بعض الفرق الحقيقه قدمت او حققت نتائج اكبر بكتير ما كنا متوقعين، والفرق اللي كان مرشح او الفرق الصغيره او صاحبه التاريخ الاضعف يعني هي اللي تعرضت للخساره. امبارح طبعا كان السبوت كله والمتابعه الكبيره كانت لمباراه برشلونه ويوفنتوس، باعتبار ان الفريقين من اقوى الفرق في اوروبا. يوفنتوس وصيف البطوله اللي فاتت لما خسر قدام ريال مدريد، وكمان خرج برشلونه من نفس البطوله، فكانت المباراه اشبه يعني بمباراه صقر لصالح برشلونه. حقيقة الكلام كله كان قبل المباراه، اولا ازاي هيظهر برشلونه في مواجهه قويه مع يوفنتوس في دوري الابطال بعد البدايه الجيده للدوري. يعني برشلونه في مباراتي السوبر قدام ريال مدريد الحقيقه ظهر بمظهر سيء جدا وبشكل باهت جدا، واستحق الخساره في المباراتين. البدايه في الدوري كانت بدايه جيده، يعني طمئنت شويه عشاق الفريق، فكانت كل منتظر بقى المواجهه القويه مع يوفنتوس في دوري ابطال اوروبا. والحقيقه برشلونه امبارح عمل ماتش جيد جدا على المستوى التكتيكي. فالفيردي يعني ظبط خطوطه زي ما بنقول، بدا يحط ايديه على التشكيل الاساسي. هو راجل مدرب جديد، احنا بنلتمس له العذر في الفتره اللي فاتت، كان لسه بيجرب، كان لسه بيحاول يجيب صفقات جديده، لكن خلاص بعد ما اتقفل الميركاتو بقى الشكل الفريق بالنسبه له واضح. يعني خلاص بقى ديمبلي بالنسبه له لاعب اساسي في مركز الجناح، خلاص طبعا ميسي وسواريز المثلث الهجومي بتاعه مكتمل، سيميدو خلاص ثبته في مركز الظهير الايمن بعد ما قدم مستوى جيد في الدوري واثبت ان هو لعيب هايل، لعيب هايل جدا ولعيب سريع، وابرز ما يميزه انه عنده ثقه في نفسه. يعني أوي. ديمبلي لسه شويه مخطوف، ديمبلي بعيد قوي لسه مخطوف، حتى كمان بيعملوا معاه امبارح لقاء بعد الماتش، المقدم بيقول له إيه انت فين؟ قال له انا لسه شويه، انا بحاول اتعود على الاسلوب، بحاول اشوف الفرقه، زي ما يكون عارف مبهر يعني مش مصدق ان هو بيلعب مع ميسي مع سواريز، مش مصدق فعلا. ده كان باين عليه حتى الولد وهو بيعمل التقديمه بتاعته في ملعب الكامب نو، حتى تنطيط الكوره ما كانش عارف، دي حقيقة. الكوره كانت بتهرب منه، دي حقيقة. مع انه مهاري جدا، ده اكتر لاعب عمل مراوغات في اوروبا مش طبيعي في السيزون اللي فات. بالزبط. فده يديك مؤشر ان الولد صغير طبعا في السن، فلسه مشدود لسه. لسه فكره ان هو يكون عنده الثقه انه يلعب ويقدم اللي عنده لسه شويه، فده طبعا هيجي مع الوقت. أكيد. لكن الحقيقه اللاعب زي سيميدو اثبت ان هو لعيب هايل، لعيب هايل، وصفقه جيده جدا لبرشلونه. بيلعب كويس في الهجوم، بيكمل بثقه كبيره جدا، بيدافع كويس، بيعمل التغطيه العكسيه بشكل هايل. كان دوره مؤثر امبارح يعني في كذا كوره، مؤثر. وكان كمان يعني ديمبلي في الحاله التوهان اللي كان فيها كان قافل عليه كمان مساحه. طبعا طبعا يعني طبعا. الناس اللي هي متابعه لبرشلونه واللي شافوا الماتش امبارح، ديمبلي
طبعا ما كانش في حالته خالص، كمان كان بيقف تحس ان هو سرحان، فكان بيقفل على سميدو مساحات ما كانش برضه مطلع كل اللي عنده سميدو. ده حقيقي، ده حقيقي. وسميدو طبعا كان يعني كان الحته الدفاعيه بالنسبه له كانت اكبر شويه زي ما انت قلت، فكره التكمله الهجوميه كان ديمبلي عامل له زي عائق كده. حتى ديمبلي الكره لما بتجيله بتحس انه مش عارف يتصرف، هل هيلعب من لمسه واحده بالزبط. ولا هياخد ويرقص، هو متعود اسلوب معين في بروسيا دورتموند، طبعا الفرقه هناك مفتوحه شويه فبتدي له فرصه انه لكن طبعا اللعب مع برشلونه مختلف كتير. بغض النظر طبعا عن ميسي بقى والابهار اللي هو قدمه امبارح والكره اللي احنا متعودين عليها منه، لكن امبارح الحقيقه كان الفولت معاه عالي شويه زي ما بنقول، كان يعني في اعلى درجات الابداع الكروي. احرز هدفين، اول مره يهز شباك بوفون، وكان كل الكلام قبل المباراه هل ميسي هيهز شباك بوفون للمره الاولى، هزها مرتين، احرز هدفين، وكان يعني كان محور اداء برشلونه، هو تقريبا يعني قلب الفريق زي ما احنا متعودين عليه، ده شيء مش جديد على ميسي. لكن الجديد امبارح كمان ان لاعب زي راكيتيتش بدا يستعيد مستواه. راكيتيتش الموسم اللي قبل اللي فات كان مستوى رائع مع برشلونه، وكان احد اسباب قوه الفريق، يعني كان من احد اهم 3-4 لعيبه في الفريق. راكيتيتش السيزون اللي فات مستواه قل، وبالتالي تراجع شويه مستوى برشلونه. الموسم ده بدا اللاعب معاك تليفون. طب استاذنك معايا تليفون مهم جدا، الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. اهلا وسهلا بيك يا حاج. ازيك يا كابتن نيزو؟ ربنا يخليك يا رب، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب، وتحياتي للاستاذ وليد. اهلا بيك، اهلا بيك. يعني انا مش هطول عليك، انا عارف طبعا مسؤولياتك وشغلك، انا بس كنت عايز استفسر عن الكلام اللي سمعناه عن العقوبه الموجهه للكابتن سيد عبد الحفيظ. طبعا هي جت مذكره ثاني يوم المباراه من لجنه الحكام على ان في احاديث صحفيه وفي تجاوزات بالنسبه للجنه الحكام السفريه، فبالتالي طبعا طبقا للائحه عندنا نجيب عقوبه اللي في اللائحه. يعني ده فعلا كلام اكيد يا حاج عامر؟ طبعا المذكره موجوده عندي من لجنه الحكام. 20,000 جنيه. 20,000 جنيه. طيب انا عارف ان هو مش دورك، ولو حابب تجاوب جاوب، مش حابب تجاوب انا احترم رايك جدا. يعني هو الكابتن سيد عبد الحفيظ اول مره يطلع يتكلم على الحكام، في حين ان كان في ناس قبل كده بتطلع تشتم في الحكام يا حاج عامر وما خدش اي عقوبات ضدها. لا حضرتك بتتكلم على مجلس اداره الانديه، دي اللي مختص بيها مجلس اداره الاتحاد. انما انا في السنه اللي فاتت في 5 مدربين اتوقفوا علشان الاحاديث الصحفيه، ان في اللائحه اول ما لجنه الحكام بتبقى اكثر مذكره بطبق اللائحه، لان هي طبعا هي اللي بتقدر الكلام او التصريحات اللي اتعملت هل فيها تجاوزات بالنسبه للجنه عندهم او تؤثر على الحكام. فبالتالي اول ما بيبعت لي المذكره انا ببقى مرتبط ومحكوم ان لازم اطلع اكيد. ما انا عشان كده قلت لحضرتك لو عايز تجاوب طبعا انا بحترم راي حضرتك. لا انا بقول لحضرتك انا ما عنديش حاجه اخبيها، يعني ولا بشفافيه كامله كده، يعني كل المذكرات اللي جت من لجنه الحكام السنه اللي فاتت انا بايعها بتديني الحق، يا يعني اوقف يا ادي الغرامه او ادي الاثنين مع بعض بالظبط حاله التكرار. فانا المره دي انا شايف من وجهه نظري على ان هي ما فيهاش يعني ايه تجاوز الارضي ولا حاجه، فعشان كده اديت الغرامه ما اديتش الايقاف. تمام. وهل يعني اوقف الحكم يا حاج عامر ولا حضرتك ما تعرفش؟ لا والله اصل انا ماليش ارتباط بلجنه الحكام. انا عارف انا عارف، انا بسالك لان انا نفسي حتى كابتن عصام عبد الفتاح يطلع يتكلم معايا، عايز اساله. نيتهم ايه؟ ان انا طبعا ما بحبش اتدخل في شغلهم خالص. لان المفروض هي لجنه الحكام اصلا يعني بتبقى منعزله عن كل اللجان الاخرى. بس برضه نتمنى طبعا من لجنه الحكام ان هي طبعا او من الحكام نفسهم بقى يعني يركزوا اكتر عشان يقللوا لنا المشاكل، لان طبعا كل ما الحكام كويسين بالتالي المشاكل عندنا بتقل. اكيد اكيد. طب انا هسالك سؤال بعيد عن اتحاد الكوره يا حاج عامر، يعني هسالك سؤال، ان حضرتك رجل رياضي في مصر، يعني راجل يعني حتى بلاش مسؤوليه، حضرتك رياضي في العموم، يعني ايه المتنفس بتاع مدير الكوره لما يلاقي حكم تجاهل حوالي 4 ضربات جزاء يعني يراهم اللي من غير عينين اساسا؟ ايه المتنفس بتاعه؟ يعني انا رايي طبعا ان هو تبقى فيه مذكره رسميه من اداره النادي بكل الوقائع وبيرفق ليها في النهايه بكل الاخطاء، وبالتالي بتتحول للجنه الحكام عشان يشوفوا الشكوى ديت، وبالتالي لما بيرد عليها احنا بنبعتها على النادي. لقوا الرد مش عاجبهم بيوجهوا الكلام لمجلس اداره الاتحاد. مجلس اداره الاتحاد هو اللي بيقدر يناقش
لجنه الحكام، خاصه من الوقت الحالي ان رئيس لجنه الحكام عضو مجلس اداره. بالظبط. اكيد هم على الترابيزه، اكيد طبعا لازم يناقشوا الشفقه بتاعت الانديه اللي تبعتها، لان لازم نحترم اي حاجه بتيجي من الانديه. فانا رايي ان الاجهزه ما تدخلش نفسها في الحاجات ديت، لان جميع الاخطاء دلوقتي بعد الاعاده والتحليلات والفيديو والقنوات الفضائيه حال الجميع، فبالتالي طبعا في الاداره بيبقى عارف الكلام ده كله. وحتى الوقائع اللي حصلت المواسم اللي فاتت اكيد مجلس الاداره جواهم بينهم من بعض بيناقشوا اكيد مشاكل ديت، فعشان كده بقول الاجهزه تبعد عن الكلام دوت ويخلوا اداره النادي هي اللي في المواجهه. اكيد النادي هي مسؤوله عن هي تجيب حق بتاعتها وجميع الالعاب مش الكوره بس يعني. اكيد اكيد. يعني يا حاج عامر حضرتك لما بيتعرض عليك مذكره بتعرف الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ايه بناء عليه بتاخد القرار؟ اه طبعا هو بتبقى مكتوبه في المذكره يعني. وهل الكابتن سيد عبد الحفيظ اخطا الخطا الجسيم يا حاج عامر ان هو يعاقب يعني بغرامه؟ ولا هو مجرد التحدث عن الحكم؟ انا عايز افهم والله ما السؤال انت عارفني يعني انا عايز افهم. اللائحه تصريحات اي تصريحات ضد الحكام موجوده. يعني لجنه الحكام ما بتعملش مذكره طبعا، مش تبعت مذكره الا لما لقيت ان في تصريحات تمثل الحكام. يعني ضد الحكام يا حاج عامر ان هو يطلع يقول مثلا انا اتظلمت في ضربه جزاء يعني لازم الحكام تاخد بالها، ده كلام ضد الحكام ولا ضد الحكام بمعنى ايه؟ انا بقول لحضرتك دي حاجه تقديريه لجنه الحكام. لا ما انا عايز اعرف من حضرتك يعني ايه تقدر الكلام ده كله يعني ايه اللي اخطا فيه كابتن سيد؟ الحكم العظامي يطلع يقول الكلام ده لحضرتك. انا عارف والله يا حاج عامر، انا والله العظيم انت عارفني انا بتكلم ازاي يعني من جوايا، انا مفيش كلام يعني لا ما انا بقول لك الكلام بوضوح يعني زي ما حضرتك بتتكلم بوضوح، انا بتكلم فعلا بتكلم بوضوح. انا كابتن عصام هو طبعا اللي يطلع يتكلم على يعني. لا انا بكلمك بحضرتك ان حضرتك شفت مذكره متقدمه لك من كابتن عصام فيها الكلام اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ، هل هو كلام تقنيه وان ما فيش تطوير ولا بيروح يعملوا ايه في المشروع الهدف؟ ده المعنى يعني اللي موجود في المذكره على ان هو بيستخف بعمل لجنه الحكام والمعسكرات اللي بيعملوها يعني. الكلام يعني انا بشكرك جدا على المذكره اللي موجوده عندي اللي جالي. انا بقول لحضرتك برضو من حق برضو الكابتن سيد ان هو يبعث التماس للموضوع دوت واحنا نبعثه نناقش او نبعثه لجنه الحكام، لجنه الحكام ترد علينا. اكيد اكيد. انا بشكرك جدا يا حاج عامر على سعه صدرك وعلى ردك الصريح جدا، شكرا جدا لحضرتك يعني. شكرا جدا. يعني الحاج عامر رئيس لجنه المسابقات، كنت عايز اتاكد بس من موضوع غرامه الكابتن سيد عبد الحفيظ. يعني لو نعرف يا جماعه نجيب الكابتن عصام عبد الفتاح يا ريت، هو الكابتن عصام عبد الفتاح بيطلع يتكلم عادي يعني، فن ما بيردش على التليفون، هو بيتكلم ما بيطلع بيتكلم يعني. حاولوا معاه تاني يعني، حاولوا معاه تاني وبلغني هو رد ولا ما ردش لو سمحت يا رشاد. ايه رايك؟ يعني شوف يا كابتن، هو ارساء النظام ويبقى فيه عقوبات للمخطئ او لائحه بتطبق. انا جوايا رد جامد جدا بس انا مستني الكابتن عصام يطلع يعني. انا مستني الكابتن عصام يطلع هيبقى في نفس سياق كلامك بس كلامه هيبقى ده شيء جميل ومحترم جدا، لكن احنا بنتمنى ان يكون في اللوائح اللي بتتحط تكون فعلا بتطبق على الجميع بشكل متساوي، ويكون في الامور واضحه يعني، اللي بيقول كذا او اللي بيتصرف كذا هيتم معاقبته بكذا، الكل يبقى عارف الموضوع، الكلام ما يؤولش على حسب اهواء. وبعدين فكره كمان ان احنا بنعاقب مدرب وبنعاقب مدير كوره لكن ما نقدرش نعاقب مجلس اداره او ما نقدرش نعاقب اداري رئيس نادي، دي يعني انا عن نفسي مش قادر افهمها. انا بالنسبه لي ما هو حتى مدير الكوره ده مش راجل فني يعني، مدير الكوره ده راجل اداري بالزبط. يعني يعامل معامله شبيهه بمعامله بالزبط مجلس الاداره بالزبط. فمنين بتقدر تعاقب مدير الكوره وما بتقدرش تعاقب عضو مجلس اداره؟ ده غير ان احنا كمان فهمنا من اشهر قليله او من اسابيع لما عملوا لائحه نظام اساسي. خلاص لو هو الموضوع كده استاذ وليد يعني، انا اسف ان قطعتك، لو هو الموضوع كده هنقول ان الكابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم بلسان عضو مجلس اداره يعني، هو اللي بيتكلم بلسانهم يعني. لو هو الموضوع كده، لكن انا ماجل كلامي بس لغايه لما نحاول نجيب الكابتن عصام. لا هو الموضوع طبعا مش كده خالص. احنا انا عن نفسي كصحفي وانا متاكد ان كل متابع وكل حد من الجمهور عايز اللوائح والقانون يتطبق، بس يتم تطبيقه على الجميع بشكل متساوي وبشكل واضح. اذا غلط كابتن سيد عبد الحفيظ يعاقب، اذا غلط سين من اي نادي او من اي فريق يعاقب، ونبقى فاهمين العقاب ده على اي تصرف
لكن ان يتم تاويل او يتم التلاعب بلوائح علشان تقدر يبقى عندك سلطه على حد وما فيش سلطه على حد تاني، ده شيء انا بالنسبه لي مش مفهوم. احنا عندنا قانون رياضه، الكلام حلو، قانون رياضه النهارده المفترض ان قانون الرياضه دي ده فيه لوائح وبنود بتطبق على الجميع، ليه ما بيتمش تفعيله؟ حلو. فشيء انا بالنسبه لي مش مفهوم بصراحه. حلو. وهو بالنسبه لي انا كمان مش مفهوم. يعني كابتن عصام رد يا جماعه، يعني خلاصه الكلام ماشي. الكابتن سيد عبد الحفيظ لو حضرتك شايفه ان هو اخطا، ما بتكلمش حد بصفته، انا بتكلم في العموم، لو حد شاف ان هو اخطا وتعاقب يا ريت والله. يعني انا نفسي اي حد يتكلم يبقى فيه زي ما الاستاذ وليد بيقول كده، يبقى فيه لوائح وفي قوانين وفي بيقول اذا حد اخطا في السياق كذا كذا بنديله عقوبه، ايقاف بقى، غرامه، على الكل. لكن ما تعملش عليا انا راجل، وما تعملش على غيري راجل. يعني عايز تبقى راجل خليك راجل على الكل، لكن ما تعملش على واحد عشان انت عارف ان هو انسان مؤدب، ما حدش هيطلع يتكلم، عارف سياق النادي عامل ازاي وعارف شكل اخلاقه عامل ازاي، ما تعملش عليه راجل. انا بتكلم في العموم تاني، حضرتك عايز تعمل بقى كده والتزام زي الفل وعلى دماغنا، بس اعمل راجل على الكل لو سمحت. نرجع لدوري الابطال. نرجع لدوري الابطال. كنا بنتكلم على برشلونه طبعا وميسي وسيميدو وديمبلي، وطبعا النتيجه في الاخر هي نتيجه ثقيله على يوفنتوس، لكن من سياق المباراه برشلونه استحق الفوز، فوز مهم جدا جدا لبرشلونه في بدايه مشواره في دوري الابطال، وهيأثر كمان على مشواره المحلي ومنافسته اللي بادئ فيها بشكل كويس مع تراجع ريال مدريد وفقدانه 4 نقاط لسه في بدايه الدوري، فده هيفرق كتير مع ريال مدريد وفي ثقه فالفيردي كمان المدير الفني بعد حاله التخبط بعد رحيل اكيد. يعني خلينا نروح كمان ل طب خلينا في برشلونه. اسالك سؤال، برشلونه من غير ميسي يعني هو كره القدم كلها من غير ميسي الحقيقه بالنسبه لنا لا هي متعه بالنسبه لنا، متعه بالنسبه لنا. كل المعلقين اللي بيشوفوا ميسي يقول لك الحمد لله ان احنا عاصرنا اللعيب ده، لكن انا بتكلم برشلونه كنادي، هل من غير ميسي كان ممكن يكسب امبارح؟ ميسي انا عن نفسي ما شفتش ميسي غير بعد ما احرز الهدف الاول، بدات احس بقى بميسي، ميسي بقى اللي هو يعني زي ما انت قلت كان مبدع امبارح وما كانش في حالته الطبيعيه. هو طبعا لو شلنا ميسي امبارح يعني ما نقدرش نطمن ان برشلونه ممكن يكسب، لان ميسي هو اللي عمل كل حاجه بالزبط. يعني احرز هدفين وصنع هدف وكان هو مصدر الخطوره، كله بيرمي على ميسي. لكن في المقابل كمان يوفنتوس كان متراجع، خلينا نقول ان أليجري ما قراش المباراه بشكل كويس. بونوتشي النهارده لما بعد ما راح اي سي ميلان عامل ثغره بس غيابات كان أليجري عندهم. أليجري هيلعب على ميسي ازاي؟ يعني هو أليجري الدنيا كويسه جدا معاه، وكان بيهاجم وراح ويعني كان مهدد برشلونه لغايه لما ميسي احرز هدف في نفس الشوط الاول. بعد كده هيعمل ايه؟ هو كل حاجه ميسي، يعني ميسي اللي جاب الاول وميسي اللي عمل الثاني وميسي اللي جاب الثالث، فهيعمل ايه؟ يعني ما يعني مفيش حد يقدر طبعا يقدر يوقف لاعب. انيستا كمان امبارح كان انيستا بدا يرجع لمستواه رغم في جدل دلوقتي حوالين تجديد تعاقده وبرتوميو اللي هو رئيس النادي طلع قال ده احنا وصلنا لاتفاق، انيستا طلع نفى وقال انا ما وصلتش اتفاق، عقده هيخلص خلاص بنهايه الموسم ده، ورغم كل الجدل ورغم انشغاله يعني لكن بدا يستعيد مستوى انيستا، قيمه مهمه جدا رغم كبر سنه او بدا يعني يدخل في السن، لكن هو قيمه يظل قيمه مهمه جدا. وتاني اهم لاعب في برشلونه انا بعتبره بعد ميسي لما يكون في حالته بالزبط. بيعمل حاله بالزبط. ربط مذهله بالخط الوسط وخط الهجوم، اختراقات رؤيته للملعب ده عمل باص امبارح من اقصى الشمال لاقصى اليمين، مش ممكن مش ممكن يعني لو واخدها بايده واحد تاني وحطها مش هيعملها بالروعه دي. لاعب موهوب جدا، لاعب عنده امكانيات رهيبه، واحنا كمان برضو كمتابعين نتمنى لاعب زي انيستا يكون في حالته، لان ده ممتع، لاعب ممتع بيفيد برشلونه تحديدا، لان انت عارف الفريق الخصم بيعمل قدام برشلونه بيعمل له كذا جبهه دفاعيه، بيعمل له خط واثنين وثلاثه، هو في ثانيه بيخترق خطين وفكره قدامه خط بس واحد. طبعا هو فكره كمان ان هو موجود في نص الملعب فبيكمل يعمل الثالث المهاجم او الرابع اللي هو الثالث تحت سواريز، ده كمان بيعمل لخبطه تكتيكيه للمنافس. عشان كده لما بيكون انيستا في حالته تاكد ان برشلونه هيفوز. اكيد. تفتكر ان هو هيجدد؟ اعتقد اعتقد يعني هو برضو يعني الاداره صعب جدا صعب جدا تفرط، وهو منتمي جدا من ابناء برشلونه، منتمي جدا للنادي، لو في اي بوادر امل يعني لو الاداره فعلا عايزه تجدد له بجديه هو عايز يجدد سنتين.
موسمين، الاداره عايزه تجدد له سنه بس اعتقد هيتم الاتفاق انه يجدد موسمين في الاخر. تمام، لكن انا المعلومات اللي عندي ان هو ممكن يتجه لاحد البلدان العربيه السنه اللي جايه. يعني اعتقد ممكن بعد السنتين 80% بعد السنتين، هو ما هو ده المصدر الخلاف، هو عايز يقعد سنتين في برشلونه بعد كده يطلع سنه ولا اتنين بقى في دوله عربيه او في امريكا عشان الفلوس، عشان الفلوس زي ما معظم زي ما تشافي عامل وناس كتيره بتعمل دلوقتي. فالاداره عايزه تجدد له موسم واحد، لو الاداره اصرت هيسيب طبعا النادي اكيد. اكيد. طيب عايز تروح فين ماتش ايه تاني؟ يعني مدام صلاح اساسي؟ ايه؟ صلاح النهارده اساسي. صلاح اساسي طبعا. الحمد لله ربنا كريم، يعني خف من الاصابه بتاعته. كلنا كانت ايدينا على قلبنا، احنا حابين نشوف صلاح. وانطلاق دوري الابطال النهارده لفريق ليفربول بدون وجود محمد صلاح الحقيقه كانت تضايقنا احنا كمحبين للعب وكمصريين طبعا. زودنا النادي طبعا. وبعدين في مشكله ثانيه في اوروبا وفي الفرق الكبيره اللي اللعيبه بيكون مكانها فيه بدلاء، لما اللاعب بيغيب والبديل بينزل والعجله بتمشي والفريق بيكسب خلاص بالزبط. بيفضل ده دكه والاساسي بيفضل اساسي، يعني هي مفرمه، مفيش حد بيستنى حد، مفيش عواطف. ففكره ان محمد صلاح النهارده كان غاب عن المباراه ونزل ليه بديل، وليكن مثلا كوتينيو النهارده لاعب اساسي ولا تم تعويضه باي لاعب او اي ده، وبرشلونه وليفربول كسب والعجله مشيت، كنت هتلاقي صلاح احتياطي في الدوري بالظبط. فهي دي يعني دي اللي انا شخصيا كنت خايف منها. فتواجد محمد صلاح في مكانه الاساسي وانه يستمر في هذا المكان ده ضمان ليه ان هو يفضل متواجد فيه. وطبعا بالنسبه لنا احنا حابين نشوفه طبعا اكيد. يعني شايف برضو المباراه ازاي؟ هي مباراه صعبه. هم دول الفريقين اللي بيتنافسوا، مش بلا فرقه برضو مش سهله، مش بلا فرقه مش سهله. وقبل كده يعني كسبت ليفربول في نهائي اليوروبا ليج، كانت مباراه شهيره يعني. كان كلوب هو اللي ماسك الفريق وكان ليفربول متسيد ومتقدم والدنيا اتقلبت في الشوط الثاني. فرقه مش سهله، فرقه عندها خبرات اوروبيه، بتعرف ازاي واخده يوروبا ليج، يعني كانت كاتباه باسمها في الكام سنه اللي فاتوا. بيعرفوا يتعاملوا في مباريات اوروبا، يعني بتلاقيهم في الدوري مثلا متراجعين، لما بيجوا في اوروبا يتحولوا لفريق ثاني خالص. دي خبرات. فده هيتعب فريق ليفربول النهارده، لكن انا اعتقد ان ليفربول اقرب. يعني ليفربول كمان فرقه مش قليله، حتى فرقه تقيله حتى لو غيابها عن دوري الابطال بسبب التراجع مثلا الموسم اللي فات او اللي قبليه، لكن فرقه ليفربول عندها خبرات، فرقه عندها تاريخ اوروبي، فرقه كلوب بيعرف ازاي، يعني وصل ببروسيا دورتموند قبل كده لفاينل، مدرب فاهم بيعرف يتعامل. بس في ثانيه تحس ان هو فقد الوعي. هو مشكلته الوحيده يورجن كلوب انه تحس انه مش مؤمن بالدفاع. يعني مش مدرب دفاعي. ما بيعرفش يوظف لعيبته في الدفاع. هو افكاره كلها هجوميه. هو حلو، انا بصراحه انا بحب المدربين اللي كده. طبعا انت بتستمتع بكورته، لكن في الاخر الفريق اللي ما بيدافعش ما بياخدش بطوله. ما اكيد يعني إذا بس انا طول ما بجيب اجوان، يعني انا بعرف اجيب اجوان. بس في الكوره يعني لازم، انا طبعا ما بقولش نسيب الدفاع طبعا، هو مش سايبه قوي، بس هو مش مهتم بيه زي اهتمامه بالهجوم. هو عنده قناعة ان انت طول ما انت ضاغط بخط الهجوم وخط الوسط، الفرقة اللي قصادك مش هتوصل. طب لما توصل مشكلة خلاص، انت فصلت اصلا الخط. انت بتشوف لما يعني مثلا ماتش ارسنال، ليفربول لما كان بيلعب ارسنال، كرة احنا يعني كرة مذهلة، ضغط من كل مكان وفرص ضايعة واهداف بالجملة وعرض كروي رائع. بس هتيجي لان ارسنال ساعتها ما كانش عارف يهاجم، ما عرفش يخلص من ده. يعني الورطة بتاعت الضغط، ارسنال ما كانش عارف يخرج من نص ملعبه بالزبط. لكن لما بيخرج من نص ملعبه ايه اللي حصل؟ لما لقى فريق مثلا، طبعا بغض النظر عن طرد ساديو ماني اللي قلب الاوضاع، لكن حتى قبل الطرد كان مانشستر سيتي مضيع كره. انت شايف ان كان طرد مستحق؟ والله هي دي فيها اختلاف كبير جدا. هو انا يعني انا لو حكم مش هديله طرد، لان هو في تهور من الحارس، في تهور من الحارس انه داخل بدماغه، وفي تهور من ساديو ماني، اذا يعني في مسؤوليه على الطرفين. طبعا مع الاصابه ادرسون خد اصابه صعبه جدا، لان فعلا رجليه جت في وشه بعنف. هو خد اصابه تعور وطلع يعني بقى لا هو واخد غرز، شويه غرز كده طلع مش عارف ليه يعني، كان الحمد لله. لا 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 ده طلع لا بعد ما نزل بعدها طبعا. بس انا حته صغيره كده لا بس يعني رجليه اللي اللي انا بتكلم ان هو ما كانش شايفه. يعني هو ما كانش شايفه، مد رجله، كان باين قوي ان هو مركز في الكوره تماما، ما كانش شايفه تماما. واللعبه دي حتى ريو فيردناند طلع على المدافع مانشستر، وده الغريم الازلي يعني ليفربول، يعني عمره ما هيطلع يجامل مثلا ساديو ماني. طلع قال، حط صور ليه، وكان كوره مع مالودا نفس الكوره، فيردناند برده راح رفع رجليه ومالودا فدخل في وشه، قال ما خدتش انذار حتى على الكوره. فهي الطرد كان قاسي شويه قوي. يعني اي طبعا اصابه صعبه والتحام صعب، لكن انت في الاخر انت بتدي الطرد على
المخالفه مش على اثار المخالفه. فلا طبعا كان طرد النقطه الفارقه في هذه المباراه طبعا يوم ما عرفش يلم الدنيا بعد صعب مانشستر يعني حتى ما لقيته بيلعب بنفس طريقته حتى راح مطلع صلاح كمان ما هو خلاص يعني هو رمى الفوطه وقال لك انا اجهز بقى الناس اللي طلع صلاح وطلع فيرمينيو وقال لك انا اريح الناس لماتش اشبيليه لدوري الابطال وخلاص يعني اقفل وزي ما تيجي كان قصده كده طبعا كان قصده كده هو طلع صلاح بين الشوطين اصل انت دلوقتي اللعيب الوحيد لما تكون انت حابب تهاجم وانت ناقص عدديا مين اللاعب اللي امكانياته تسمح له انه يعمل ده اللاعب اللي بيعرف يتحول بسرعه كبيره جدا من الدفاع للهجوم مين اللاعب ده محمد صلاح اسرع لاعب في الفريق اللاعب الوحيد اللي ممكن ينطلق بالكره او يجري ويستلمها وهو منطلق بكل سرعته فده الوحيد اللي ينفع وانت ناقص عدديه وده الوحيد اللي ينفع وانت بتدافع يعني انت لو بتدافع زون ديفنس وعايز لعيب واحد بس يبقى قدام زي ما كان ايسترو ما بيعمل في بعض الماتشات سباليتي كان بيعمل كده كان بيعمل زون ديفنس ويحط محمد صلاح راس حرب ويرمي له الكوره وصلاح يجري وياخد بقى ويتعامل مع الحارس هو فصلاح يقدر يعمل الدور ده لو مش عايز اقول كوبر لان كوبر بعيد قوي يعني لا هو لو كلوب فعلا كان عنده نيه انه يهاجم او عنده قناعه انه ممكن يرجع للماتش كان ساب صلاح هو خلاص هو قرر ان خلاص الماتش هرب منه ريح صلاح وبعد كده ريح فيرمينيو وخلاص هو بس هي هربت في النتيجه يعني ان هي توصل لخمسه ده طبعا هربت قوي هزيمه تقيله ودي على فكره ممكن تاثر على ليفربول النهارده يعني لو ما كانش كلوب قدر يلم الفرقه بعد لا هو استاذ في لم الفرقه هو استاذ في روح ويعني تحس ان هو اساسا يعني اظهر من اللعيبه هو بيعمل حاله بيعمل حاله حتى مع الجماهير طريقه احتفاله مع الجماهير اللعيبه بتحبه يعني هو محبوب احنا كنا بنحبه قبل صلاح يروح فعلا بيحب وشه وتعبيراته مع الجماهير انفعالاته مع اللعيبه طريقه كلامه للعيبه حتى لا هو شخصيه حلوه هو ليه كمان ذكريات معانا كمصريين لانه كان مدرب محمد زيدان في مايز وكان بيعامله برده كان هو من اللعيبه القريبه ليه محمد زيدان للكلوب وكان بيحبه جدا وكان من الناس اللي بتفضله يعني فكلوب طبعا مدرب مميز والحته دي من اكبر مميزاته وليد شايف محمد صلاح ناقصه ايه؟ محمد صلاح دلوقتي انا قلتها كتير احنا نتعامل معاه بكاتيجوري لاعب عالمي يعني محمد صلاح مش لاعب مصري احنا بنعمل له بنساعده وبنسنده وبندفعه وبنلمعه محمد صلاح خلاص محمد بعد عن الحته دي يعني بقى دلوقتي اسم معروف على مستوى العالم طلع في ليفل اول هو خلاص هو في الفيرست كلاس من اغلى صفقات في الدوري الانجليزي حتى على مستوى صفقات العالم هيدخل له مثلا ممكن يكون من اغلى 20 او 25 صفقه على مستوى الميركاتو كله عليه صراع من انديه كبيره قبل ما ينتقل لليفربول فاذا احنا خلينا نتعامل واحد كده ان محمد صلاح ده لاعب عالمي مش محتاج يعني اللمعه هو اوريدي واخد وضعه كيان ده واحد محمد صلاح عنده امكانيات مهمه جدا ويتمناها اي مدرب لسه كنا بنتكلم عن التحول من دفاع السرعه الرهيبه جدا من حاله دفاع لحاله هجوميه في ثانيه طبعا الميزه الثانيه كمان اللي بيحبها المدربين انه بيعرف يتحرك كويس جدا محمد صلاح من اذكى لاعبي العالم في التحرك حاليا بيعرف انت لو تتابع مباريات كلنا عيننا على صلاح شوف ازاي بيتحرك ازاي بيعرف امتى يتحول من الوينج اليمين لراس الحربه على ضربه الجزاء في لحظه وبعدين بدا يطور نفسه ويلعب براسه حتى لعبته اللي هي المشهوره دي اللي هو بيعمل بيسند وبعدين ياخد الكوره علشان يحطها في البعيده حتى المدافعين حافظينها وبرده بيعملها ناقصه بقى الحاجه الوحيده اللي احنا نتمنى ان هو يطورها اللي هي الفينش طبعا الفينش عند محمد صلاح مفيش لاعب متكامل مفيش لاعب متكامل في العالم حاليا غير رونالدو وميسي دول اللي نقدر نقول عليهم مفيش حد طبعا بنسبه 100% لكن اقرب اللاعبين للكمال هم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عشان كده ما بتخرجش جائزه البالون دور عنهم وهم نجوم العالم هم اللي بيحسموا كل حاجه وبيحققوا كل الارقام وكل شيء فلو محمد صلاح قدر يخلي او يطور في نفسه حته الفينشنج على الـ على الـ على المرمى هيدخل كمان مستوى تاني خالص ودي سهله قوي سهله مع التدريب ويكون هو عنده الباور ده بس خلي بالك كمان محمد صلاح بيستنزف بدنيا في المباريات يعني لما بيعمل مثلا سبرنت 50 60 متر بسرعه رهيبه طبيعي انك لما بتوصل للمرمى بتكون خلاص شويه المجهود البدني ده بيأثر كمان على التركيز مطلوب منه ان هو يعمل حسابه في حته زي كده مطلوب منه ان هو يعمل حسابه ان انا مهما اوصل لتعب ان انا هوصل للجون من سبرنت عشان افنشها طبعا لان هو ده المطلوب طبعا أنا أفنش. هي لقطه لو الموضوع بيفنش صح محمد صلاح هيدخل في حته هو لو بيفنش صح كان ممكن يحاول نتيجه مانشستر سيتي يعني جات له كورتين كان منهم كوره انفراد تام هو صنعها وعمل فيها مجهود واتحرك وعمل الانفراد لنفسه بس
في الاخر ما خلصهاش. نتمنى طبعا انه يشتغل على ده، لانه لو اشتغل على ده ممكن نسمع في في, في يعني في لمحمد صلاح ارقام انتقال خياليه. بالظبط يعني بالظبط بالظبط. طيب يعني نروح فين؟ يعني خلينا برضو نبص كده بسرعه على بقيه ماتشات المهمه امبارح. يعني اتكلمنا عن برشلونه، طبيعي نتكلم عن باريس سان جيرمان بقى ونيمار، يعني خلاص هو بقى في رابط دلوقتي، زعلان منه انا. بقى في رابط دلوقتي بين الاثنين. نيمار عامل عامل برشلونه كده، عامل برشلونه ايه كده، يعني في, في في حته عارف بيزكه. ده حقيقي، ده حقيقي، ولا حد يعرف يعملها. طبعا خلص. هو يعني احنا بنتكلم عن رونالدو وميسي، بعديهم نيمار. ونيمار في في المرحله الجايه اللي هو هيبقى رونالدو وميسي، خلاص هو هيبقى احسن لاعب في العالم. اذا كان هيدخل معاه لاعب زي ديبالا، يعني هيبقى في صراع. انا حاسس ان ديبالا واخد سمعه كبيره عليه شويه، هو مش عارف ليه، انا رايي الخاص يعني. لا هو انا شايفه لاعب هايل، لاعب كويس جدا وعنده امكانيات كبيره جدا، لكن خلي بالك برضو المنظومه اللي حواليك بس بعيد قوي عن المصنفين، يعني في حته يعني كريستيانو وميسي ونيمار يعني في اللحظه دي انا معاك، هو لسه بعيد طبعا، بعيد طبعا، بعيد طبعا عن التصنيف ده. انا بشوفه بصراحه لعيب ان هو مميز شويه، لكن مش اللعيب اللي هو ممكن تقول عليه لا لعيب عالي قوي يعني. هو لعيب عالي قوي لكن هو بعيدا يعني، ممكن نختلف شويه، لكن انا متفق معاك انه لسه بعيد عن تصنيف رونالدو ميسي نيمار. اكيد هو بعيد عن التصنيف ده، لكن انا اعتقد انه داخل. يعني لو انت مثلا شفت السيزون اللي فات في الدوري الايطالي وفي دوري ابطال اوروبا، ديبالا يعني هو اللي وصل يوفنتوس، او كان احد اهم اسلحه يوفنتوس للوصول للمباراه. فهو اذا قدر بقى يطور في نفسه ويكون هو يقدر يشتغل لوحده، او يعمل او يفرق لوحده بس. انا قصدي كده يعني مش هو اللي يعني هو امبارح مش موجود، ما صنعش الحدث، ما يعني شفتوش يعني حتى كوره ما شفتهاش فعلا. اذا قدر يوصل بيها شوطها بطريقه غريبه جدا يعني اذا قدر يعمل ده طبعا خلاص يبقى دخل. تمام. باريس سان جيرمان امبارح طبعا هو يعني بيلعب سلتيك بره ارضه، كان ممكن متوقع انه يكسب، لكن انه يكسب 5 بره ارضه ملعب سلتيك ده في جلاسكو يعني ملعب صعب جدا، وجماهير يعني من اشرس الجماهير في العالم. ففرقه باريس سان جيرمان لما تروح تكسب 5 فمعنى كده ان هي فرقه عندها شخصيه. الموسم انا الحقيقه قبل مبابي ما يروح الفرقه او يروح باريس سان جيرمان، انا كنت متشكك شويه حتى مع وجود نيمار انه ممكن باريس سان جيرمان يكون عنده شخصيه البطل وينافس على دوري ابطال اوروبا. لكن لاعب زي مبابي لما راح، وفكره الشخصيه اللي بقت عند باريس سان جيرمان، والثلاثي بقى الرهيب اللي قدام ده مبابي ونيمار. في حد بيقولوا لي ان في حد ضربه فعلا، في حد نزل له طب الجماهير شرسه، جماهير شرسه، ماتش صعب جدا، ملعب صعب. فانهم كتير عليهم ان هم يكسبوا 5 يبقى ده فريق عنده شخصيه. كمان ده فريق كمان كان بيحط جوان غريبه ده هو مهاجم هايل، الكوره بدماغه امبارح مش عارف حطها ازاي، مش ممكن اي مهاجم في العالم يتمنى يبقى تحتيه مبابي ونيمار يعني اسيستات الدنيا بقى طبعا. فلا يعني ده مؤشر لينا ان باريس سان جيرمان مش هيبقى دوره اللي هو الممتع بقى اللي بيطلع يعمل فقره الشو وبعدين يركن علشان البطل يطلع. لا هو السنه دي داخل بشخصيه البطل وعنده سكواد يأهله انه ممكن يكسب وينافس. تمام. عايز تروح فين؟ في نفس ممكن نتكلم بس في نفس المجموعه سريعا. بايرن ميونخ طبعا هي مجموعه يعني سهل على بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. بايرن ميونخ كسب اندرلخت 3، فهم الاثنين دول المرشحين بنسبه كبيره جدا. خبرات طبعا بايرن ميونخ، تاني نرجع نتكلم مع بعض طبعا الخطوط فيها شويه كبر سن، ريبيري وروبن، لكن هم عندهم لاعب زي ليفاندوفسكي طبعا من احسن اللاعبين. بيلوموا عليه ان هو رمى تيشيرت بايرن ميونخ امبارح، يعني هو برده في شويه ازمات كده. حتى ليفاندوفسكي كان في مشكله انه طلع يعني انتقد، يعني اتكلم ان هو فرئيس النادي طلع قال انتقد مين؟ ريال مدريد، يعني قال ان رحلات الصين مشوار طويل، فطلع قال له ريال مدريد رئيس النادي بتاعه، قال له اونيس قال له ريال مدريد اللي انت بتحبهم بيعملوا كده برضو. ففي شويه قلق، لكن هو في الاخر نادي الالمان برضو عندهم حته الحزم دي، فهم بيعرفوا يفصلوا ده عن ده، ويعني بدايه كويسه. هم خلاص بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان هم المؤهلين عن المجموعه دي يعني بكل ثقه. تمام. بتتكلم عن تشيلسي طبعا، كانت مباراه سهله، ما يعني ما كانش فيها مشاكل، كسبوا بنتيجه كبيره جدا. حتى كونتي كان مريح بعض يعني اللاعبين، لكن هي
بالنسبة له بداية سهلة تدي له ثقة، بيلعب على ملعبه ويكسب ستة، فبداية كويسة طبعا لتشيلسي. بتدينا برضو انطباع ان تشيلسي يعني راجع، تشيلسي كان غايب وخد الدوري السنة اللي فاتت، فرجع تاني، هو عندهم خبرات أوروبية وكسبوا تشامبيونز ليج، فبالنسبة لنا هنعتبر ان تشيلسي بدايته دي تدينا مؤشر برضو ان تشيلسي داخل البطولة مش كضيف شرف، تشيلسي داخل ينافس. تمام. عايز تروح فين؟ يعني اللي تحبه. امبارح كان مانشستر يونايتد كمان بدا وكسب بازل. مورينيو الحقيقه حول كسب 3 امبارح، كسب 3، حول مانشستر يونايتد بشكل كبير. مانشستر يونايتد بعد السير اليكس فيرجسون كانوا بيعانوا من حاله من التخبط الكبير جدا، الدنيا مش ظابطه، يعني المدربين ما نجحوش، فانغال يعني الدنيا كانت مش متظبطه في النادي. رجع مورينيو جاب صفقات ثقيله، يعني لعيب زي لوكاكو، وكان قبليه بول بوجبا، مختاريان اتصاب اعتقد، اتصاب امبارح ودخل فيلايني. فيلايني يعني لعيب جماهير مانشستر ما بتحبوش، يعني هو يعني بيبقى ليه شويه اخطاء او بعض الاداء، لكن هو دايما الحقيقه في اوقات كتير جدا بيجيب اهداف وبيقدم، فهو لاعب متذبذب، لكن هو المدربين مقتنعه بيه، كل المدربين اللي مسكوا مانشستر يونايتد في وجود فيلايني دايما فيلايني موجود بلعب. حتى جوزيه مورينيو، فده يديك مؤشر انه لاعب مهم يعني تكتيكيا. لاعب مختاريان ده لاعب مؤثر جدا في الفريق، بيشوف الملعب حلو جدا، من يعني من احسن دلوقتي صناع اللعب في العالم، فارق كتير جدا مع اداء مانشستر يونايتد، يعني بيدي كور كتير جدا للوكاكو قدام. ماتيتش كمان نازل في جاي في نص الملعب، عندهم عمل معاهم ثقل في الحته دي، مكسب كبير جدا لمانشستر يونايتد. فمانشستر يونايتد راجع تاني واخد يوروبا ليج السنه اللي فاتت، فبرضو احنا الحقيقه فكره ان الانديه الكبار ترجع لمستوياتها دي ده بيفرحنا، يعني احنا حابين نشوف بطوله قويه، حابين نشوف تنافس بين ريال مدريد وبرشلونه، مانشستر يونايتد وتشيلسي وبايرن ميونخ، ودلوقتي دخل معاهم باريس سان جيرمان، يوفنتوس لو رجع لحالته، ليفربول لو بدا بشكل كويس، الاسماء الكبيره التاريخيه دي اللي ليها جماهير وليها عشاق ومحبين في العالم كله وفي مصر وفي الدول العربيه، احنا حابين يرجعوا لحالتهم، مش حابين ابدا نشوف في انهيار، لان ده في الاخر بيمثل لنا احنا المتعه اللي احنا منتظرينها من الكوره. اكيد اكيد. أنا عايز تروح في ماتشات النهارده، احنا قلنا ابرز ماتشاتنا ليفربول النهارده، كل الناس طبعا دلوقتي مستنياها، توتنهام كمان النهارده مع دورتموند، بروسيا دورتموند، هي المجموعه يعني بتاعت ريال مدريد، هيلعب ابويل القبرصي. ريال مدريد طبعا فسحه، هي بالنسبه له طبعا فسحه، وان كان الحاله اللي فيها ريال مدريد دلوقتي يعني عشاقه ومشجعيه الانين. ريال مدريد ختم الموسم اللي فات بشكل مذهل، دوري ابطال اوروبا باكتساح وعن جداره، وبيكسب في النهائي بنتيجه كبيره على فريق زي يوفنتوس، بيكسب السوبر الاوروبي قدام مانشستر يونايتد بشكل رائع، يرجع يكسب السوبر المحلي قدام برشلونه وياخدهم مارشين رايح جاي يعني بتميز وباكتساح. البدايه والنهايه بتاعت السيزون اللي فات كانت رائعه، عشان كده زيدان بيدور على مهاجمين كمان. والله يعني حتى في قناه الاهلي ومتذكر اعتقد يمكن كان مع حضرتك او مش مع مين مش متذكر، كنا اتكلمنا ان ريال مدريد متكامل لكن هو محتاج مهاجم. بنزيما يعني بنزيما بيأدي في مباريات بشكل كويس، لكن بنزيما بيعتمد كتير على تألق رونالدو، يعني ما عندوش شخصية اللاعب اللي يحسن بنفسه، يتحرك يفتح لهم زي ما بيتريقوا كتير أو بيسخروا من كلمة إنه بيفتح المساحات، هو فعلا بيفتح مساحات، لكن بيفتح مساحات لنجوم تحتيه، يفتح مساحات لكريستيانو رونالدو، لجاريس بيل، للعيبة اللي بتلعب تحتيه، لإسكو. ففكرة انه ده مش المطلوب طبعا من المهاجم، انت محتاج مهاجم يخلص لك اهداف، يخلص لك الفرصة اللي تجيله خلاص مع التحركات، انا مش عايز مهاجم يتحرك بس، يعني ما مش مفيد بالنسبة لي على جريد زي ريال مدريد، المستوى بتاع ريال مدريد ده مش محتاج. فإذا كان كريم بنزيما زيدان مقتنع بيه، لكن كمان لازم يبقى فيه مهاجم، لازم يبقى فيه منافس، هو بيدور على مهاجمين. الدكة السنة اللي فاتت كان الفارو موراتا كان موجود، فكان في منافسة على المكان ده، لما كان بينزل شوية بنزيما مستواه كان الفارو موراتا بيكون موجود، حتى كانت بعض الاقلام وبعض المتابعين وبعض الجماهير وانا منهم كنت احب ان الفارو موراتا ده يكون ليه دور اساسي في ريال مدريد. ففكره ان ريال مدريد محتاج طبعا محتاج مهاجم، محتاج راس حربه، واعتقد اول او اهم حاجه يعني زيدان دلوقتي هو بيفكر في راس حربه اللي هيجيبه في يناير. بس اعتقد وليد يعني حتى لو
الريال مستواه مش هو، بس هيكمل طبعا، هيكمل طبعا هيكمل، فريق بطل يعني ريال مدريد فريق بطل. وبعدين حتى يعني كمان في الدوريات الاوروبيه، كمان يعني في دوري ابطال اوروبا اكيد هيبقى ليه شخصيه مختلفه طبعًا عن دوري طبعا. وحتى في الدوري راجع يا جماعه، ما ريال مدريد ما خسرش الدوري ده لسه، احنا البدايه ولسه كل الفرقه بتخسر نقاط، وريال مدريد هيرجع لمستواه برضه. فكره انه يخسر لاعب زي كريستيانو رونالدو، لاعب مهم جدا، مهما عمل زيدان من جماعيه ومهما عمل فرقه وحط اسينسي وحط فاسكيز وحط ايسكو وعمل تشكيله وعوضت غياب كريستيانو رونالدو، لكن يبقى القيمه الثابته كريستيانو رونالدو بالزبط. مستحيل تعرف تتخلى عنه او تعرف تستغنى عنه. فمهم رجوع كريستيانو رونالدو مهم لريال مدريد. ريال مدريد هيرجع تاني بقوه في الدوري، لكن زيدان زي ما قلنا محتاج يشتري مهاجم في يناير، ولحد يناير قد يعاني ريال مدريد في بعض المباريات الكبيره اللي الدنيا هتتعقرب معاه وهتتقفل، وهيكون قدامه دفاعات قويه زي ما بيحصل، زي ما حصل قدام فالنسيا مثلا، كان قدامه خط دفاع قوي ومركز فمعرفش يكسب فبيخرج متعادل وهكذا. فدي مشكله هتواجه مجموعه ريال مدريد صعبه. مجموعه ريال مدريد عنده فرقه تكتيكيه زي توتنهام دورتموند، طبعا توتنهام فرقه دفاعيا، فرقه قوية دفاعيا ومنضبطة جدا. بوشيتينو يعني عامل منظومة كده دفاعية، بيهاجموا كويس وبيدافعوا كويس، ده هيبقى ماتشين صعبين جدا على ريال مدريد. فرقة زي بروسيا دورتموند هتتعب ريال مدريد جدا دفاعيا كمان، وان كان ممكن يعني خط دفاعها ما يكونش بنفس قيمة خط دفاع او منظومة دفاعية لتوتنهام، لكن في الاخر هم مباراتين او فريقين صعبين جدا جدا، منافسة هتبقى ثلاثية ما نقدرش نقول مين اللي يقدر يحسمها، لكن طبعا لازم نحط ريال مدريد رقم واحد في الترشيحات عن المجموعه دي، ومن بعديه يجي بروسيا دورتموند وتوتنهام بنفس شايف المباراه راح لمين بروسيا وتوتنهام؟ والله هي يعني الماتشات لما يكون فرقتين كده قريبين جدا من بعض بيبقى صعب، بيبقى صعب جدا، بس يحسمها ارض المضيف يعني يحسمها النهارده توتنهام بيلعب في، خلي بالك هو هي مشكله برضه توتنهام ان ملعب ويمبلي من الملاعب اللي هي وشها نحس عليه، هو ما بيكسبش على ويمبلي تماما. السنه اللي فاتت ما كسبش تقريبا ولا ماتش، يكسب انت شكلك ما بتحبش ولا بتحب انجلترا؟ لا لا يكسب النهارده، لا يعني الفريق شكله مختلف طبعا طبعا، وعنده خط هجوم، عنده يعني ديلي الي، هاري كين، عنده خط هجوم قوي، يعني الفرقه متكامله. توتنهام فرقه متكامله من اقل الفرق مثلا اللي عملت اللي اشترت لعيبه السنه دي في انجلترا ويمكن في العالم كله، يعني فضلوا لحد اخر 3 4 ايام في الميركاتو وما اشتروش حد لحد يعني. فده يديك انطباع ان الفرقه خلاص بوشيتينو عارف هو يعمل ايه وعارف اوراقه، فبالنسبه له الموضوع محسوم. لا فرقه طبعا ماتش صعب ويمكن يروح للتعادل يعني. مانشستر سيتي، مانشستر سيتي هيلاعب فاينورد طبعا، ومانشستر سيتي في شويه تحولات كده في دماغ جوارديولا. يعني جوارديولا برضو يمكن فلسفته او قريبه شويه من يورجن كلوب مع بعض الاختلافات. جوارديولا عنده فكره بيعتمد طبعا على حته الاستحواذ والامتلاك الكوره، وان كل الفريق يعرف يباصي ويعرف يتقدم يستلم ويسلم. هو عنده ده من اول حارس المرمى مشى جو هارت عشان ما بيعرفش يلعب برجليه، فده يديك انطباع هو بيفكر ازاي. السنه دي يعني عمل ميركاتو كبير من اكتر الفرق، يمكن هو اكتر نادي صرف على لاعبين السنه دي بعد باريس سان جيرمان، وان كان يعني مش هنقدر ندخل باريس سان جيرمان لانه واخد امبابي اعاره، فلو حسبنا بالارقام يمكن مانشستر سيتي يتفوق عليه يعدي. طبعا عنده مندي ظهير هايل جدا، لاعب مؤثر، برناردو سيلفا، طبعا اجويرو مهاجم فذ، عنده في الثلاث خطوط اوتاماندي في الدفاع، عنده في الثلاث خطوط في لعيبه طبعا دي بروين يعني يعني ده قصه لوحده. بروين ده اذا كنا برضو بنتكلم عن اللعيبه الجايين اللي هينافسوا بقى على بالون دور بعد مرحله ما بعد ميسي ورونالدو، دي بروين لازم يدخل فيهم طبعا مع هازارد في تشيلسي وديبالا ونيمار طبعا على راسه. فهو عنده اوراق. السنه اللي فاتت يمكن كان شويه عنده مشاكل دفاعيه، كان في ماتشات كتير اتاثر بده، لكن هو السنه دي في الدوري الانجليزي بادئ بدايه مختلفه، يعني شايفين في تقفيل، شايفين في دفاع كويس، شفنا ده حتى قدام ليفربول قبل طرد ساديو ماني. يعني ليفربول اللي بمنظومته الهجوميه القويه دي كان الى حد ما كان عارف يعني ايه يتحكم في دفاعه، فطبعا مانشستر سيتي هو الاقرب للفوز بدون خلاف يعني. تمام، يعني كفايه عليكم كده كره عالميه. نطلع فاصل عشان نرجع نتكلم مع الاستاذ وليد الحديدي بقى في ماتش الاهلي والترجي اللي انتوا عايزين تسمعوا فيه كلام في الكوره. فاصل، استنونا.
اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انضم لي الاستاذ عبد الرحمن الشويه الناقد الرياضي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك استاذ عبد الحميد كابتن عبد الحميد، واهلا بالاستاذ وليد. فرصه سعيده ان انا اكون موجود معاكم. اتاخرت ليه علينا؟ لا معلش، ظروف طريق بقى. النهارده زحمه الدنيا. طبعا. مش عارف ليه الدنيا زحمه. مفيش هو العادي في مصر ان يبقى في زحمه. مفيش مقدمات للزحمه. فجاه تلاقي نفسك خلاص مش عارف تخرج. لما ما بيبقاش في زحمه تقول ليه مفيش زحمه. احنا يعني قبل ما تيجي اتكلمنا عن المواجهات الاوروبيه اللي كانت امبارح، واتكلمنا يعني باختصار النهارده. لو حابب تضيف حاجه. لا، هو انا لسه كنت بتكلم معاكم قبل الهوا، بتكلم في فكره ان برشلونه من غير ميسي هيبقى شكله عامل ازاي. فحضرتك قلت لي ان انت سالت نفس السؤال. طب انت قول لي لو عندك جديد. لا يعني هو تفتكر برشلونه هو حاليا برشلونه ميسي مش بس فريق برشلونه، بقى النادي بالزبط. بكل بالاداره. يعني الاداره دلوقتي عايشه على ماتش، على ان ميسي يلعب كويس. يعني ميسي هو اللي بينقذهم دلوقتي قدام الجمهور، حتى مبيض وشهم زي ما بنقول يعني. بالظبط. دون ميسي يعني ما اعتقدش ان هيبقى في برشلونه في الوقت ده. حتى كمان تحس ان الاحاديث الصحفيه اللي بيعملوها لعيبه برشلونه، يا جماعه كلها احنا عندنا ميسي، وميسي يعني محافظين عليه قوي، يعني مدينه احترام كبير قوي. هو يستاهل طبعا. كمان يعني بعد منه بمسافه انيستا، وانيستا كمان يعني في كلام وجدل حوالين ان هو هيكمل ولا مش هيكمل. لسه مش معروف موقفه ايه. في اقاويل كتير بتتردد ان هو اخر السنه ممكن يروح قطر برضو، على نفس فكره تشافي هرنانديز. فهي دي برضو يعني من الحاجات اللي ما تعرفش السنه اللي جايه برشلونه برضو هيعمل ايه. يعني تمام. يعني احنا اتكلمنا في الكلام، يعني عشان يبقى برضه كلامنا. لا هو انا قلت الدكتور وليد دايما بيتكلم كجانب ايجابي، فانا قلت اشوف الناحيه السلبيه يعني. اتكلمنا برضه في حته تانيه. يعني نروح نتكلم في مباراه الاهلي والترجي. وزي ما قلت في بدايه الانترو بتاعي ان الاهلي والترجي هو حديث جمهور النادي الاهلي في الساعات المقبله، يعني لحين انتهاء المباراه. وطبعا كل الجماهير بتتمنى فوز النادي الاهلي. ازاي النادي الاهلي يكسب هذه المباراه؟ يعني هو الاهلي والترجي. جايب لك سؤال في الجون على طول. على طول من الاخر يعني. الاهلي والترجي طبعا ديربي افريقيا. طبعا الاهلي والزمالك باعتبارهم من دوله واحده، هو الديربي الاشهر والاقوى حتى على مستوى العالم. لكن لو هنتكلم عن فريقين من دولتين مختلفين في افريقيا مباراتهم هي الاهم، فهو الاهلي والترجي. الاهلي لازم يكون دارس ومذاكر كويس هو يلعب مين. يعني الترجي دلوقتي فرقه متكامله. فرقه من النهارده برضه، عشان اكد على كلامك، من النهارده كان معايا محمد سعيد مراسلنا وزميلنا، يعني كان في ملعب التمرين النهارده. كان الكابتن حسام بدري بيتكلم في نفس الكلام بتتكلمه. كانت في محاضره فنيه فيديو لفريق الترجي بيعرفهم برضه، بيحفظهم. طبعا اللعيبه حافظه بعض، لكن بيحفظهم اكتر. طبعا ده شيء متوقع. انا يعني متاكد من زمان، من فتره الجهاز الفني للنادي الاهلي وكابتن حسام البدري جايبين شرايط الترجي وقاعدين يتفرجوا ويذاكروا، لان هي فرقه لازم تتذاكر ولازم يتحفظ هم بيعملوا ايه وبيتعاملوا ازاي. والراجل فوزي البنزرتي ده بيفكر ازاي. عامل منظومه زي ما قلت لحضرتك، منظومه متكامله من اول حارس المرمى لحد راس الحربه. فريق صلب يعني، فريق بيتحرك او بيلعبوا ككومباكت، فاهمين بعض، عندهم مهارات في كل الخطوط، خصوصا خط الوسط وخط الهجوم. خلينا نتفق يعني ان خط الوسط وخط الهجوم بتوع الترجي هم اهم ما يميز الفريق. وطريقه لعبهم هم بيلعبوا بطريقه اقرب شويه لطريقه لعب برشلونه اللي كنا بنتكلم عنها طبعا مع الفارق. لكن انا بتكلم في طريقه اللعب، بيلعبوا 4-3-3. عندهم بيبقى فيه ديفندر اللي هو كوليبالي، وعنده قدامه الاثنين جلال شعلالي وفرجاني ساسي، وقدامه الاثنين الجناحات اللي هم زي ميسي ونيمار، ودلوقتي ميسي وديمبلي اللي هو فخر الدين بن يوسف وانيس البدري، وقدامهم بقى طه ياسين الخنيسي اللي هو راس الحربه اللي زي لويس سواريز. الطريقه اشبه كتير بطريقه برشلونه، والفكر والتحرك وتبادل الكوره والتكتيك الهجومي اقرب كتير لشكل برشلونه، عشان بس نقرب للناس اللي ما اتفرجتش على الترجي يعني.
فكره انك تكسب الترجي تكسبه ازاي؟ انت سالتني بشكل مباشر ازاي الاهلي يكسب الترجي؟ الاهلي هيكسب الترجي لو قدر يفصل وسط الملعب عن ثلاثي الهجوم. فكره المنطقه دي، المنطقه اللي الاهلي لازم يعمل فيها بلوك، يعمل فيها حاجز ان الكوره ما تعديش، لان الكوره لو راحت لانيس البدري او راحت لفخر الدين بن يوسف تاكد انها تروح لطه ياسين الخنيسي وهتشكل خطوره، او هما الاثنين جناحات هيشكلوا خطوره، الثلاثه بيجيبوا جوان والثلاثه بيتحركوا مع بعض بشكل كويس والثلاثه بيتبادلوا المراكز بشكل سريع وبيتبادلوا الادوار. انيس البدري ده قصه لوحده مشكله، يعني كل الناس مركزه على فخر الدين بن يوسف، انيس البدري ده لاعب هايل هنشوفه يعني. اتمنى طبعا احنا كمصريين وكمحبين للكره المصريه نتمنى انه ما يتالقش، لان تالقه هيعمل مشاكل كبيره جدا للنادي الاهلي. ازاي بقى كابتن حسام البدري يعمل حاله الفصل دي؟ انا عن نفسي عندي خيال كده في دماغي، مش عارف ده ممكن يتطبق على ارض الواقع ولا لا، بس اوريدي كابتن حسام البدري عمله، يعني كابتن حسام البدري عمل ده في بعض ماتشات الكاس السنه اللي فاتت بعد تالق صالح جمعه. انا اتمنى او يمكن متخيل ان وجود عبد الله السعيد وصالح جمعه مع بعض في بدايه المباراه مهم جدا. مهم جدا ليه؟ لان الثلاثي بتاع وسط الملعب اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنهم، جايلان الشعلاني وفرجاني ساسي وكوليبالي، الثلاثي ده لازم يقابلهم ثلاثي قوي. فكره ان عبد الله السعيد يتحمل لوحده دور صانع الالعاب تحت المهاجم اللي هيكون غالبا اجاي، والجناحين هيبقوا بعيد عنه، يعني سواء حمودي او الشيخ في اليمين، المهاجم اللي هيبقى غالبا اجاي غالبا ونتمنى انه يكون اجاي، ما فيش يعني لازم يكون اجاي، والجناح اليمين سواء مؤمن زكريا او لسه سليمان، يعني لو ليه تتمنى اجاي ليه؟ لان هو اثبت انه في المكان ده لاعب كبير ولاعب مهم، بيعرف زمايله يسندوا عليه، هو مهاري جدا، بيعرف يستلم كويس جدا وبيعرف يمرر كويس جدا، وكمان بيخلص على الجون بشكل كويس. وبعدين ده ظاهر في الماتشات الكبيره، يعني هو مش مهاجم بيظهر في الماتشات الصغيره قدام الفرق الصغيره، لا بيظهر قدام الفرق الكبيره، وشفناه مباراه الزمالك، شفناه في كذا مباراه كبيره للنادي الاهلي بيحسم مباريات. فلو كان اجاي جاهز لازم هو اللي يبدا مهاجم اساسي، يعني اكيد لازم اذا كان جاهز. ففكره ان عبد الله السعيد، انا ليه بقى عايز عبد الله السعيد وصالح جمعه يبقوا مع بعض؟ لان عبد الله السعيد لو موجود لوحده في منطقه صانع الالعاب وتحتيه عمرو السوليه وحسام عاشور، الاثنين دول هيواجهوا مشكله قدام الثلاثي بتاع وسط ملعب الترجي، والثلاثي بتاع وسط ملعب الترجي هيتفوق عليهم لو هم الاثنين، حتى لو الاثنين في فورمتهم حسام عاشور وعمرو السوليه، لكن الثلاثي الثاني ثلاثي قوي جدا. فعبد الله السعيد لو نزل لخط الوسط، لو كان هو يعني صانع الالعاب، لو نزل لخط الوسط يساعد السوليه وحسام عاشور في وقت الدفاع او في وقت الضغط على فريق الترجي، هيخسر قيمته اللي هو اصلا مستهلك كمان شويه بدنيا، فدي هتعمل فراغ في منطقه صناعه الالعاب في النادي الاهلي، لا هيعرف ينجح في ملئه الجناح اليمين سواء احمد الشيخ او احمد حمودي، ولا هيعرف ينجح في ملئه الجناح الشمال سواء اوليس سليمان او مؤمن زكريا، فده هتعمل ثغره هجوميه عند النادي الاهلي. فاللي يقدر يحل الازمه دي مين؟ صالح جمعه. صالح جمعه يقدر يكون موجود مع عبد الله السعيد، حتى لو بدا صالح جمعه شويه مايل على جنب على الجناح مفيش اي مشكله، لان صالح جمعه بيعرف يطلع على الشمال وبدا جناح يمين مثلا حمودي او الشيخ او تيفر او العكس، هو بيعرف يعمل ده، هيعرف في امتى يروح على الجناح يلعب مع احمد فتحي لو بيلعب يمين، او غالبا هو بيلعب ناحيه علي معلول في الشمال، هيعرف يعمل ده، يسند او علي معلول يسند عليه في وقت صالح جمعه هيبقى موجود في الوينج، ولما عبد الله السعيد يرجع شويه صالح جمعه هيكون موجود في قلب الملعب كبلاي ميكر تحت اجاي. فاذا انت هتقدر تستغل صالح جمعه في مكانين يديك على الجناح. خلينا نشوف راي الاستاذ رحمن في الحته اللي انت بتقولها دي. هو مبدئيا انا متفق مع دكتور وليد في وجود صالح جمعه لسبب رئيسي جدا. الترجي دايما في اي مركز؟ في البلاي ميكر تحت عبد الله السعيد مباشره، عبد الله السعيد قدامه مباشره. النادي الاهلي محتاج حد ينقل الكوره يستلمها من تحت يكون مهارته عاليه. الترجي بطبعه دايما الكوره بتاعته بيعتمد على الضغط العالي من فوق، بيبدا اول واحد بيقابل راس الحربه طه ياسين الخنيسي وورا منه الجناحين. فالضغط العالي ده محتاج لما بيبدا على الدفاع لازم حد يطلع بالكوره يكون يجيد ان هو ينقل الكوره من حاله الدفاع للهجوم علشان ما تجهضش الهجمه، لان لو ده ما حصلش هيضطر الباكات بتاعه الاهلي ان هي تلعب كرات طويله، وبالتالي هيبقى يعني كان انت ما عملتش حاجه. فمهم جدا وجود صالح جمعه، دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو بالنسبه لجونيور اجاييه مطلوب جدا ان هو يكون موجود، لان قلبين الدفاع سترايكر برضو.
قلبين الدفاع بتوع الترجي شمس الدين الزوادي وعلي المشاني عندهم شويه بطء يقدر اجاييه ان هو يلعب عليه. الترجي بقدر ما هو قوي جدا هجوميا بقدر ما هو عنده مشاكل دفاعيه تتمثل في بطء قلبين الدفاع، وان الباكين سواء اليمين ايهاب المباركي او الشمال خليل شمام عندهم مشكله دفاعيه شويه، ادائهم الهجومي اعلى من ادائهم الدفاعي. ده بيدي فرصه ان انت تلعب من وراهم. في نفس الوقت لازم تبقى حذر جدا، باكين الطرف بتوع النادي الاهلي لازم يبقى في حذر شديد، لان النادي الترجي عنده لعبه بيلعبها بيبقى في ثانيه بتبص تلاقي الكوره ملعوبه في اي مساحه موجوده خلف خط الظهر، فدي بتعمل مشكله كبيره. وبيعتمدوا بشكل كبير جدا على الكرات العاليه اللي منها بتسبب خطوره، لان عندهم مجموعه كبيره من اللاعبين بتجيب ضربات الراس وبتجيد التهديف في نفس الوقت، ودي القوه بتاعت نادي الترجي. تمام. يعني برضو ليه اخترت اجاي؟ هو انت ليه يعني في مهاجمين؟ انا عايزك انت تقول يعني. طبعا هو الاهلي طبعا عنده في مركز المهاجم دلوقتي المتاح في جونيور اجايه، في وليد ازارو، في عماد متعب. عماد متعب يعني بعيد من فتره يعني، حتى انه ممكن يكون موجود في وقت من المباراه، لكن فكره المنافسه دلوقتي هتكون بين وليد ازارو وجونيور اجايه بحد بشكل كبير جدا. جونيور اجايه بيلعب من السنه اللي فاتت مع النادي الاهلي وثبت اقدامه، حتى هو كان بدا يلعب كجناح وانا عن نفسي ما كنتش مقتنع بيه كتير في مركز الجناح. هو اي نعم جاي من الصفاقسي التونسي جناح، لكن هو لما لعب مع النادي الاهلي في المنظومه ما اداش في مركز الجناح، لما دخل مهاجم صريح شادو سترايكر ادى بشكل رائع جدا. تمام. لانه بيعرف، لانه مهاري، هو مش خطاف، مش هجام، هو لاعب مهاري بيلعب برجليه كويس جدا وبيلعب براسه كويس جدا. فلما بينزل ويعمل تبادل مراكز او بيفتح مساحه للجناحين بتوعه او يعمل تبادل مع عبد الله السعيد بيعرف يعمل ده، وبيعرف يبقى صانع العاب في وقت من الاوقات، بيعرف يستلم الكوره ويمرر، يعمل ثرو للجناح الشمال او الجناح اليمين او لعبد الله السعيد. فده بيقدر يخلص المواقف اللي ده حقيقي. لانه عنده مهاره. ده انت كنت لسه بتتكلم عن ضعف قلبين الدفاع. صحيح. ضعف قلبين الدفاع ده ممكن لاعب زي وليد ازارو، وليد ازارو من نوع هو لاعب قناص، واه طبعا بيتحرك كل حاجه، بس حته ان هو يلعب على الارض زي اجايه لسه هو ممكن يكون عنده ده، لكن لسه ما قدموش، لسه قدامه مشوار مع النادي الاهلي، اللاعب لسه في بدايته. لكن مباراه زي مباراه الترجي، فريق كبير، فريق عنده خبرات، محتاجه لاعب كمان عنده خبرات، محتاجه لاعب اوريدي دخل المنظومه، يعني عارف يتعامل مع زمايله، عارف تحركات زمايله. وليد ازارو لسه بيستكشف زملائه يعني، فاعتقد وجود اجايه هيكون مهم جدا او هيكون مفيد للنادي الاهلي. ممكن ازارو في وقت من الاوقات المباراه النادي الاهلي يحتاجه، سواء لتدعيم الهجوم، لتدعيم اجايه يزود عدد رؤوس الحربه، او في وقت مثلا هيكون الاهلي خلاص مسيطر على الكوره وبقى فيه عرضيات كتير وبقى فيه سروهات كتير وحصل زي هبوط في مستوى الترجي، او الاهلي تقدم وحصل يعني خلاص ركب الماتش، ممكن ازارو بقى ساعتها يكون ليه دور. فدي الاسباب من وجهه نظري اللي تخليني افضل الدفع يبقى جايه. تمام. نفس ال انا عندي يعني كفكره عامه بميل دايما يعني شويه ببقى ظالم من ناحيه المهاجم الكلاسيكي، يعني بميل اكتر للمهاجم اللي عنده مهاره. يمكن كنت بقول يعني مثلا ممكن تبقى كافوني في حياتك ويلعب جنبك نيمار ومبابي، شوف حياتك هتبقى ازاي يعني. حياتي زي الفل. فانا دايما بميل لان المهاجم يبقى عنده شيء من المهاره، لان دي بتفرق كتير. كم الفرص يعني، انت في وقت من الاوقات ما بتبقاش محتاج للمهاجم الكلاسيكي اللي هو بيجي له خمس فرص فيسجل منهم واحده. ده انت ما في مباراه زي دي ما عندكش استعداد ان انت تتقبله. انت تمام. محتاج مهاجم يضغط ويقدر يرقص واحد ويقدر يرقص اثنين ويلعب على الجون، ولو جات له نص فرصه هو يقدر يخليها فرصه ويسجل. زي اجايه. ده مهاجم يعني طينه مختلفه من النوعيه العاديه، يعني في النوعيه الكلاسيكيه بتاعت المهاجمين حاليا على مستوى العالم يعني. قلت يعني مش على ايامك كنت بتشوط من نص الملعب مثلا تجيب جون واحد بس. تمام. يعني فكره ان هو يلعب بازارو وجايين مش مطروح، السؤال ليكوا يعني. انا ما افضلهاش لان انت يعني لو انت اتكلمت ان انت عايز تلعب بعبد الله وصالح الاثنين، يعني ممكن تحط الاثنين برضو، ولا تحط حد مثلا زي وليد، زي حمودي، زي
مع اجاي. فكره عبد الله وصالح هي هدفها الاساسي السيطره على وسط الملعب، وانك توفر لاعب بلاي ميكر قدام ما يستهلكش في معركه وسط الملعب، وكمان هتعمل ضغط هجومي كمان على الفرق اللي قدامك، هتقلل عليك اللعيبه طبعا زياده هجوميه. عبد الله السعيد هيعرف يعمل ده، هيعرف يقف في وسط الملعب في الوقت اللي هو محتاج فيه تواجده، بيعرف يعملها، ولعب كتير ديفندر دفاعي صرف في اوقات، يعني اوقات النادي الاهلي كان محتاج زياده هجوميه لعب بعبد الله السعيد ديفندر مع حسام عاشور، احيانا في ماتشات عبد الله السعيد لعب فيها ديفندر لوحده. فعبد الله السعيد ده اللي هيعرف يحول لك التكتيك الهجومي بتاعك من 4 2 3 1 او 4 3 3 ل 4 1 4 1 لو دخل مع عمرو السوليه، انت الزياده دي انت هتبقى محتاجها في وقت من الاوقات. الوحيد اللي يقدر يعملها عبد الله السعيد وصالح جمعه. صالح جمعه كمان اصلا اساس مركزه هو كان بيلعب ديفندر، لكن مع مع ديفندر مع امبي، ولكن مع مهاراته اللي ظهرت وكده فتم استغلاله في مركز البلاي ميكر وطلع قدام. هو لعب دلوقتي الديفندر، خلي بالك الديفندر متحرك. هو عبد الله صالح جمعه بيشبه لاعب في الترجي اللي هو فرجاني ساسي تقريبا، نفس الستايل اللعب ونفس الطريقه. المعركه في الاساس معركه وسط ملعب، فوجود صالح مع عبد الله في وجود إن هو وراهم حسام عاشور، اعتقد ان هو بنسبه كبيره هيخلي الاهلي يقدر يسيطر على المنطقه دي. بالظبط. الترجي برضه يعني من خلال اللي احنا شفناه فريق من النوعيه اللي ما بتلعبش على رد الفعل، هو فريق بيصنع الفعل، فريق هو اللي بيبدا يضرب الاول وما بيستناكش، انت ما بيوقفش يتفرج عليه. تفتكر يعمل كده قدام الاهلي هنا في القوة؟ اعتقد ان هو يعني انا شفت ملخص لمباراه مستقبل قابس اللي هي كانت قبل الماتش اللي فات، حسيت شويه ان هو بيجرب في ان هو في الماتش ده لعب 3 ديفندر في اوقات هو بيستغنى عن كوليبالي وبيلعب سعد بجير. سعد بجير مصاب لسه، موقفه مش واضح اذا كان هيشارك ولا مش هيشارك في المباراه. برضه سعد بجير لعيب مهم جدا ومن اللعيبه اللي في وسط الملعب اللي بتدي افضليه جامده لفريق الترجي. فانا يعني اعتقد ان هو هيضغط، يعني ما اعتقدش ان هو، وخصوصا ان دايما هو اصل فوزي البنزرتي ده يعني بعتبره من المدربين يعني ما حدش بيختلف عليهم، ومدرب دايما بيقولوا عليه ان هو دايما بيسعى للمثاليه. فانا اعتقد ان هو مش هيستنى ان هو يكون رد فعل، هيبدا هو هيبادر بالهجوم، ولازم النادي الاهلي ياخد باله من كده كويس. والنقطه الاهم ان الترجي لو اديته فرصه ان هو يركب الماتش زي ما بنقول بلغه الكوره، يعني صعب جدا ان انت ترجعه، فلازم النادي الاهلي يبقى واخد باله من النقطه دي بشكل مهم جدا. بالظبط. لازم قبل ما هو يضغط عليك انت تضغط عليه، قبل ما هو ياخد نص الملعب انت اللي تاخد نص الملعب. عشان كده بنقول، فعلشان كده انا بفضل عبد الله وصالح واجاييه ضروري جدا. وطريقه الضغط الحنين اللي بتتعمل في مصر ان مهاجم يفضل يجري بوسط 3 مدافعين وبعدين يتعب فيركن على جنب وبعدين الكره تتنقل فتوصل لنص الملعب وبعدين نكمل القصه دي، لا، الكلام ده في الترجي ضغط فردي خلاص. الترجي مفيش الكلام ده. الترجي هتبص هتلاقي طه ياسين الخنيسي منطلق على اول واحد معاه الكوره في ظهره فخر الدين بن يوسف، ضغط جماعي. لا، ضغط جامد جدا. يمكن لو يعني بالنسبه لخط الظهر بس هو اللي شويه بيبقى مريح، يعني ما هو مريح علشان عنده اسلحه. بالظبط. اسلحه هجوميه. احنا زي ما بنتكلم بنقول احنا عايزين صالح وعايزين عبد الله السعيد وعايزين 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 عشان احنا نخفف كل ما كترت المهارات الفرديه. زي ما كنا بنتكلم قبل ما استاذ عبد الرحمن يجي، كنا بنتكلم في يورجن كلوب اللي هو يقول لك انا هاجم هفرض سيطرتي على الفريق اللي قدامي، كمان هقلل ضغط الدفاع. طبعا وده الطبيعي. وانت فكره كمان ان انت تعمل تركه في التكتيك بتاعك دي هتربك الخصم. يعني هو فوزي البنزرتي جاي مذاكر النادي الاهلي ان النادي الاهلي بيلعب 4 2 3 1، عنده جناح يمين ثابت كلاسيكي، عنده جناح شمال ثابت كلاسيكي، عنده صانع العاب عبد الله السعيد، عنده مهاجم منطقه او احيانا شادو سترايكر، عنده اثنين عمرو السوليه بيكمل بوكس تو بوكس، عنده الهولدنج حسام عاشور. هو حافظ تكتيك النادي الاهلي وحافظ شكل النادي الاهلي، هيلعب على ده. ففكره انك تعمل له ارتباك او ارباك في بدايه المباراه ده هدف، وتاني هدف انه اوريدي هو المباراه محتاجه. يعني هي مش فكره ان انت بتغير وخلاص، بتغير لان المباراه محتاجه ده. طبعا هي احنا كل ده افكار، يعني احنا بنحاول يعني نشوف الترجي بيلعب ازاي والاهلي ممكن يلعبوا ازاي. ممكن كابتن حسام البدري يفاجئنا بتكتيك تاني او تشكيل تاني ممكن يبقى انجح، لكن احنا من واقع قرايتنا
او من واقع متابعتنا ورؤيتنا ومعرفتنا بامكانيات لاعبي النادي الاهلي وطريقه لعبه وامكانيات لاعبي الترجي، بنحاول نفكر ايه الشكل المثالي الافضل اللي ممكن الاهلي يلعب بيه. ففكره ان لاعب زي صالح جمعه ولاعب زي عبد الله السعيد اذا قدروا يكونوا اذا بدأوا مع بعض واذا قدروا يعملوا حته التبادل ما بين الوسط والهجوم دي بشكل كويس، يعني انا اضمن ان النادي الاهلي هيمثل خطوره كبيره جدا على الترجي، هيفصل خط وسطه عن خط هجومه وهيكون ليه الاسبقيه في المباراه. اكيد يعني انا بقعد افكر كده ليه الاهلي ما لعبش بديفندر واحد، يعني كل واحد بقى ليه دماغ. ما بقعد افكر بعيد عن الاستوديو، يعني ليه الاهلي ما لعبش بديفندر وقدامه اثنين عبد الله السعيد وصالح جمعه، وقدامه اثنين مثلا اي اثنين بقى، وليد حمودي الناحيه الثانيه، وينج يمين وينج شمال الناحيه الثانيه، مثلا اجايب عنده حريه حركه انه يدخل ديفندر ثاني مع وليد ازارو. وليد ازارو مقلق، مهاجم رخم، لكن انا معاك في حته ان انا مش عايز حد يقعد يضيع لي خمس فرص ويجيب لي منهم فرصه، مع ان هو انا حاسس ان الكره لو مشيت معاه وجاب جول. انا مش بقصد وليد تحديدا، لا لا لا. انا بتكلم كفكره عامه للمهاجم الكلاسيكي، يعني مش احنا عايزينه بس يحط رجله في الجول، يعني لان الطبيعي يعني ما نقدرش نحكم على لاعب في اول تجارب، هنبقى ظالمين جدا، لكن هو مشروع مبشر. يعني فمش عايزين ان احنا يعني الكلام مش مقصود بيه وليد ازارو، انا بتكلم على المهاجم الكلاسيكي بشكل عام، اللي هو الكره العالميه حاليا بدات تميل اكتر لفكره ان انت حد يبقى عنده مهاره اكتر، المهاجم اللي بيبقى عنده حتى يعني لو تلاحظ مثلا اوجوايين مثلا، الناس برضو ما بقتش متقبله فكره ان هو يجي في الماتشات الكبيره وما تشوفوش بالظبط، فده اللي بتكلم بالزبط. فيه يعني فكره ان المهاجم يبقى عنده شيء من المهاره. دي هي اللي بتفرق كتير بالنسبه للفريق بتاعه. أكيد. المهاجم كل ما قل عدد الفرص المتاحه ليه، سجل من اقل عدد من الفرص، كل ما قيمته زادت، وكل ما انت في نفس الوقت انا معاك. يعني احيانا بتبقى قاعد بتتفرج على مباراه ما وفي لعيبه موجوده في الملعب، بيبقى عندك شعور ان مهما لو لعبوا 3 ايام مش هيجيبوا جول، لكن في وجود لعيب زي جونيور اجايه ممكن يضيع، لكن في نفس الوقت انت ممكن اللي جايه تبقى مستحيله وتلاقيها جون. فهي دي الفكره بالظبط. هو عمل كده فعلا، لكن هو وليد انت عارف اللعيب الجديد بيبقى عايز جون، عايز اتنين، هو عمال يعافر عشان يعمل حته. ما هو استعجاله هو اللي مخليه هو الوقت الراهن، يعني مش الوقت، يعني ماتش مباراه الترجي لا تقبل مغامرات وما فيهاش، يعني هي ممكن تبقى يعني لا قدر الله مشكله بالنسبه له، لان انت ما عندكش، دي مباراه خروج مغلوب، يعني ماتش ذهاب وماتش عوده، انت في ادوار اقصائيه مش في، فانت ما فيش عندك خيارات تعويض. ما فيش عندك خيارات، انت لازم تلعب بالطريقه المثاليه علشان تقدر تعدي الماتش ده. بالظبط بالظبط، ايه رايك؟ طبعا متفق. وبعدين احنا قلنا انه ممكن يكون ليه دور في المباراه، لكن لو هنقيم وليد ازارو كمهاجم، مهاجم جيد بيتحرك كويس جدا، وعلى فكره معنى ان المهاجم بيضيع فرص كتير، اذا بيتحرك بشكل كويس، بيحط نفسه في مكان مناسب ان تجيله الفرصه ويضيعها او يحرزها هدف. تضييع الكرات ممكن يكون ليه عوامل كتير جدا، هو لاعب هداف، كان هداف فرقته من هدافين، ومنضم لاعب دولي، منضم للمنتخب المغربي، فكره ان هيرفي رينار يختار لاعب زي وليد ازارو، يعني لعيبه مش عاديه في منتخب المغرب، يعني ما شاء الله، يعني ده حقيقي. ففكره انه يعتمد عليه مدرب بالرؤيه دي، معنى كده ان اللاعب عنده حاجه، يعني لاعب مميز، واحنا شفنا ده، بيتحرك كويس وبيلعب مع زمايله كويس وبيحط نفسه في اوضاع هجوميه بتسمح له ان هو الكره توصل له في وضع خطر. حته انه يضيع فرص دي زي ما قلنا ليها اسباب كتير، ممكن تكون ضغط نفسي، ممكن تكون لسه ما اعتادش، لسه ما فهمش زملائه، فكل ده ممكن يتفك بعدين، لكن ماتش زي ماتش الترجي مش عايز ده، يعني مش عايز لسه هتحاول تدعم وليد ازارو في الوقت ده. وليد ازارو هيكون له دور، ودور مهم جدا سواء في المباراه او في بقيه فترات الموسم، لكن انت عندك قيمه زي جونيور اجاييه، انت فاهمه وعارفه وهو فاهمك وعارف زملائه، واثبت نفسه واثبت انه مهاجم جيد، احسن مهاجمين من احسن مهاجمي الدوري المصري حاليا، فما تقدرش تغفل ده. فلما تكون بتلاعب فرقه زي الترجي لازم تلعب على المضمون، والمضمون بالنسبه لك هو جونيور اجاييه. تمام. طيب احنا نطمن برضو على فريق الشباب بالنادي الاهلي، كابتن مدحت طه اسماعيل مدير فني لفريق الشباب بالنادي الاهلي، اهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا، اهلا كابتن حضرتك، ايه الاخبار، عامل ايه؟ الحمد لله يا كابتن، ربنا يكرمك. كله تمام الحمد لله، نحمد ربنا الحمد لله. طمنا على الشباب بتوعنا. والله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، عندنا النهارده مباراه الدوري مع فريق 6 السويس، وزي ما حضرتك عارف فريق
جدا، هو بطل السنه اللي فاتت والحمد لله ربنا كرمنا ونتقدم واحد الحمد لله رب العالمين. يعني حضرتك شايف فريق الشباب ممكن العناصر ان شاء الله اللي ممكن الكابتن حسام بدري يستعين بيها هتبقى في حدود ايه او مراكز ايه يا كابتن؟ والله احنا عندنا اوريدي اصلا ناس بتشتركت الحمد لله في مصر جيت الكتاب من فرقتنا، عندنا احمد ياسر الريان وعندنا احمد حمدي، والنهارده اشترك معايا اكرم توفيق واشترك معايا بيكهام والمجموعه اللي موجوده معايا، والحمد لله في عناصر طبعا كتير متكرره، وزي ما قلت لحضرتك احنا في اربعه دلوقتي او خمسه بتمرنهم اوريدي مع الكابتن حسام، وربنا يكرمهم ان شاء الله كده كده. ان شاء الله شكل الدوري جامد السنه دي. اه طبعا الدوري مجموعه واحده ودوري ممتاز قوي جدا، كل فرق الدوري ممتاز، وزي ما حضرتك عارف طبعا كل الفرق بتلعب ضد النادي الاهلي اكيد طبعا اكيد زي ما حضرتك عارف. ويعني نتمنى التوفيق الفتره اللي جايه وبدايه كويسه ان احنا الحمد لله النهارده ناخد الثلاثه بونت في الماتش خارج ملعبنا مع فريق البطل السنه اللي فاتت، فنحمد ربنا ونطلب من ربنا التوفيق ان شاء الله اللي جاي. اكيد بتروجيت فرقه كانت قويه فعلا زي ما حضرتك قلت، اكيد مكسبها يعني في ملعبها مكسب كان مهم جدا في بدايه مشوارك في الدوري السنه دي. ربنا يعني يعني معلش بقى انت دخلت لنا في الوقت احنا بنفنش الوقت يا كابتن مدحت، اكيد هيكون لينا لقاءات ثانيه معاك ان شاء الله وهنتابعك وهنتابع نتائجك ان شاء الله، كل التوفيق ليك والفريق الشباب بنادي الاهلي. تحت امرك يا كابتن ربنا ربنا يخليك والف مبروك على الماتش. يعني كان لازم نطمن كده بسرعه كده على على فريق الشباب بتاعنا. الوقت بس خلص بصراحه. يعني كنا عايزين نتكلم برضو كان الناس نفسها تسمع ازاي الاهلي يكسب وازاي بقى مفتاحنا ايه وممكن نعمل ايه، احنا قلنا عبد الله السعيد وقلنا صلاح جمعه وجودهم مهم قوي، مش عارف كابتن حسام ممكن يشاركهم الاثنين ولا لا. كل الناس شايفه ان هو مهم وكابتن حسام كمان نفسه يلاعبهم، بس نفسه ان هو يلاعبهم ان كل واحد يطلع كل اللي عنده في مكانه، لكن للاسف هو عبد الله بيحب يلعب في حته صالح وصالح بيحب يلعب في حته عبد الله، فممكن الكابتن حسام يعمل كده؟ والله كابتن عبد الحميد يعني خلينا متفقين، يعني هو هي مش قصه عبد الله بيحب ايه وصالح بيحب ايه، ده قصه مدير فني هو عايز يعمل ايه. يعني في الاساس انت لو هتلعب بالاثنين الاثنين سهل جدا ان انت تقدر تستفيد بيهم وتقدر تعمل بيهم شغل كويس. واحنا قلنا ان فرقه الترجي بتلعب بطريقه ما، الطريقه دي علشان تقدر تجهضها لازم تلعب الاثنين مع بعض، لازم تلعب باسلحتك الجامده جدا. يعني كل يعني انا لو اقدر في المباراه دي اي لعيب مهاري اقدر ادفع بيه هدفع بيه في المباراه دي، لان انت هم سلاحهم ان هم بياخدوا الكوره بيمتلكوها منك. فانت لو كل ما الكوره في رجلك اكتر، كل ما انت قدرت تطلع بالهجمه من تحت صح، كل دي تفاصيل مهمه ودقيقه أكيد. لازم النادي الاهلي ياخد باله منها علشان يقدر يعدي الماتش اكيد ويسلم كويس جدا، لازم يحط في دماغه ان ما يديش الفرصه للترجي ان ياخد منه وسط الملعب أكيد. ده اهم شيء بالنسبه له، المبادره وان هو يرجع يدور على الماتش بالظبط بالظبط. مباراه صعبه بس ان شاء الله النادي الاهلي قادر. الترجي في افضل نسخه من 2012 يعني بلا يعني لسه كنت امبارح كده ببص في الدنيا في تونس عامله ايه، هم كانوا كاسبين اخر ماتش بضربه جزاء كان عليها جدل كبير واستدعوا الحكم اسمه عامر شوشان استدعوه للاتحاد التونسي بيحققوا في ضربه الجزاء. هم جايبين الاربع ماتشات اللي لعبوهم كسبوهم وهم اول الدوري، جايبين 8 تجوان في الاربع ماتشات ودخل فيهم جولين. عندهم طه ياسين الخنيسي هداف الدوري برصيد 4 اهداف، فالدنيا في الترجي فريق يعني لازم الناس تحطه في المكانه الصحيحه، فريق قوي جدا، لازم نعرف كويس جدا ان ده مش فريق سهل او ما لعبوش مثلا على انه لا هنعمل ماتش، لازم الاهلي يحط في دماغه كويس ازاي يعدي من المباراه دي، والمدير الفني هو يعني الخطه اللي هيبدا بيها المباراه. يعني اظن ان لو هو اكيد عمل كده، يعني اي حد درس النادي الترجي كويس جدا سهل جدا ان هو هيعرف نقاط القوه ونقاط الضعف وهيلعب عليها وهيعدي الماتش. اكيد ان شاء الله كابتن حسام بدري قادر ان شاء الله. استاذ عبد الرحمن الشويخ يعني شرفتني ونورتني وان شاء الله تيجي بدري بعد كده ان شاء الله تاخد الوقت معايا. ان شاء الله سعيد ان انا كنت مع حضرتك وسعيد اكتر مع ان انا شفت وليد الحديدي ليا كتير ما شفتوش. ان شاء الله نشوف بعض تاني اكيد ان شاء الله. استاذ وليد نورت وشرفت. سعيد بالتواجد معاك طبعا وصديق
عبد الرحمن، واتمنى دايما ليك التوفيق وطبعا للنادي الاهلي في المباراه القادمه ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب، يعني كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. مباراه فعلا يا جماعه مهمه جدا، اكيد لينا الايام المقبله لينا كلام كتير قوي فيها، وان شاء الله كابتن حسام بدري يكون درس فريق الترجي، حفظ اللعيبه كل حاجه عن فريق الترجي ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي وجماهيره، نورتوني وشرفتوني، مع الف سلامه.